أنا أعتذر لكل الناس المحترمين اللي بيلتزموا بمواعيدهم. أعتذر عن هذا التأخير، والاعتذار مقدم لكل الناس المحترمين اللي بيلتزموا بمواعيدهم. إنما الناس اللي بيستغلوا الفرصة وما بيلتزموش بمواعيد يقولوا ما أنت اتأخرت أهو، وما لهمش دعوة بيا. أنا اتأخرت، أنا على فكرة حصلت مشكلة من ساعة ونص بالظبط، شوية كانت في العربية، وبعدين المشكلة دي عشان نصلحها بقت كومبليكيت اللي صرت فيها، وكان قدامي اختيارين، يا ألغي ارتباطاتي يا ألغي حاجتي. ولكن طبعا لا يمكن في هذه الفترة نلغي الحصة بأي ثمن حتى ولو لسه متأخر. هنبدأ أساسا نتكلم النهاردة على ما تبقى، خلاص ما تبقى في شابتر الكبير. نسمع بقى أرجوكم، خلاص احنا متأخرين وفي حصة بعدين. نبدأ يا رجالة اللي ورا، نبدأ لو سمحتوا. الحصة اللي فاتت يا دكاترة اتكلمنا على موضوع بعنوان بالمولاري الكبير. اتكلمنا على موضوع وهو اهم تي بي موجود عندنا، لان اكثر تي بي بيحصل في جسم الانسان بيحصل في اللمس. هنتكلم خلاص بقى شويه، خلاص بقى هنتكلم على ثاني اهم موضوع في التي بي وهو الفاينل تي بي. النهارده يا شباب عندنا 10 مواضيع في التي بي، النهارده عندنا 10 مواضيع في التي بي. ارجوكم تركزوا عشان نخلص الفاينل تي بي. الفاينل تي بي يلا. طيب كل مواضيع التي بي اللي هناخدها النهارده معتمد على المقدمه اللي اخذناها في اول حصه في التي بي، وعلى الكلام اللي قلناه في الحصه اللي فاتت. يعني معظم الكلام اللي النهارده هيتقال هو كلام مكرر، هناخد بس هنركز في الحاجات السبيسيفيك في كل اورجان. عندنا النهارده يا دكاتره تي بي اوف انتست، وعندنا تي بي اذا انتشر بالانتستن هيروح للبريتونيه يوفيركولاس بريتونايت، وعندنا تي بي اوف ديتالز، وتي بي اوف ليمف نود، وتي بي اوف ذا سكن، وتي بي اوف ذا كيدني، وتي بي اوف ذا لونج بون، وتي بي اوف ذا فيرتبرال كول، وتي بي اوف ذا جاينت، وتي بي اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. تقولوا لي قلبك ابيض، قلبكم ابيض مني. كل هذا الكلام اللي انا قلته كله بينطبق عليه القواعد العامه. احنا هنقول الحاجات السبيسيفيك بس في كل اوردر. نبدا يا دكاتره بموضوع الفاينل تي بي. الموضوع ده في اي بي زيه زي الفانجوري بالظبط، يمكن ده اطول حاجه عندنا واهم واحد. اولا ابدا بسؤال، يا ترى الفاينل تي بي برايمري ولا سكندري؟ برايمري ولا سكندري؟ ممكن يبقى برايمري وممكن يبقى سكند. طب امتى الفاينل تي بي يبقى برايمري وليه برايمري؟ يعني ايه برايمري تي بي؟ برايمري تي بي يعني تي بي في الجسم لاول مره، وسكندري يعني تي بي في الجسم لثاني مره. طب هو ممكن يحصل في الانتستن ويبقى في الانتستن اول مره في الجسم؟ اه. طب بيحصل ازاي؟ ناليشن ولا انجشن؟ لحمه ولا لبن؟ الملوث بالبوفاين بس اللاي ده البرايم. طب والسكندري تي بي يجي منين؟ ده معناها ان التي بي كان في الجسم في حته ثانيه الاول. العيان القذر اللي كان عنده تي بي في اللنج وقرر ان يبلع السبيوتم، سبيوتم نزل على الاستومك ما عملش حاجه لانها اسيد ينزل على الانتستين ويعمل فاينل تي بي. يبقى اذا اثنين ديفرنت تايبس يا دكاتره كومبليتلي ديفرنت عن بعض. حاجه اسمها برايمري تي بي في الانتستين وسكندري تي بي في الانتستين. هنتكلم عن ايه؟ عندنا تيوبركلوز في الانتستين نوعين، برايمري اند سكندري زي ما انتم قلتوا في نوعين. النقط اللي عايزين نوصفها في كل نوع من انواع التي بي في الانتستين، النقطه رقم واحد الايتيولوجي اللي انتوا لسه قايلينها، النقطه رقم اثنين السايت، المكان المفضل في الانتستين، تي بي تحب تلعب فين في الانتستين وليه. النقطه رقم ثلاثه الباثولوجي اللي انتوا حافظين الاسطمبه بتاعته، لان احنا هنا برايمري لن يخرج عن الثلاثيه اللي انتوا عارفينها، سكندري هنزود حاجه واحده. النقطه الاخيره كومبليكيشن، وهنا يا دكاتره هنتعلم استنباط تفيدنا في السيستم. جمال وحلاوه التي بي في ايه؟ التي بي يا دكاتره لما بيلففوه على السيستم دي كلها اللي في الجسم وعايزين يعلموكم تي بي في 12 سيستم، الهدف مش عشان التي بي، لان التي بي قواعد ثابته في التي بي. اي تي بي في الدنيا بيعمل ايه؟ ديوبركل وفوليكل وجرانيلوما، ولو برايمر يعمل الثلاثيه فوكس ليمفانجايتس ليمفادينايتس، والكومبليكيشن ثابته، الكالديشن فايبروزز كابسوليشن امايلويدوزز كالسيفيكيشن. بيكرروا ليه؟ لان في كل اورجان في سبيسيفيك كومبليكيشن اوف ذا اورجان. يعني ايه الكلام ده؟ لما تدرس في الترم الثاني ان شاء الله ديزيز اوف ذا انتستين، كل الامراض اللي بتعمل مشاكل شبيهه بالتي بي في الانتستين هيجي لها نفس الكومبليكيشن، والكيدني نفس القصه، والسي ان اس نفس القصه. يعني الاستنباط دي تخدمنا في السيستميك افكت. نبدا يا دكاتره بالعنوان ايتيولوجي اوف برايمري تي بي. يلا يا دكتور، يلا 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 يا دكتور، يلا يا دكتور.
والله يا دكاتره. طيب نبدا يا دكاتره برايمري ثيري. خلاص نقعد برايمري سباينال تي بي. احنا اتفقنا ان البرايمري سباينال تي بي تي بي في الانتستين لاول مره ولا في الجسم لاول مره؟ برايمري معناها بيهمنا مين؟ الجسم. طالما برايمري في الجسم يعني هو برايمري برضه في الانتستين. السؤال بيقول انت قلت دلوقتي الايتيولوجي، بعدين الايتيولوجي يجي عن طريق انهاليشن ولا انجيشن؟ انجيشن لايه؟ رومل كونتامينيتد بوفاين ولا بهيومن بس اللايف؟ بوفاين، لان البوفاين موجوده في الانيمال تنزل مع اللبن بتاعها. انما في مصر دونا عن كل دول العالم هتلاقي ممكن الميلك اللي نشربه يبقى فيه البوفاين بس اللايف او الهيومن بس اللايف. ولو لا تذكر في كتابكم ذكرت في كتب ثانيه. تقول لي ازاي الميلك يبقى فيه هيومن بس اللايف؟ جه منين يعني؟ البوفاين ماشي، هو البوفاين اوكي نزل من البقره الملوث اللي هي فيها اصلا فيه وراح نزل في اللبن بتاعها افرز في اللبن. طب تقول لي الهيومن ده جه منين؟ يلا يا دكاتره يلا 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 يا دكتور. يلا يلا والفيوجن ده بنسميه ميتد، انفهر ودخلوا في بعض.
يبقى ده الوقت بتاع الجديد في اللحن. يلا يا دكاتره، يلا يا اسد، يلا يا بهوات، يلا يا افندي، يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا. سؤال يا دكاتره اللي بتسالوه كتير قوي، خلاص اسمع يا السؤال اللي بتسالوه كتير قوي، جديد في الليمف نود اكبر ولا التيوبيركولوس فوكس اكبر في حالات برايمري جديد؟ مين الاكبر؟ الليمف نود. ولذلك الليمف نود بتكبر قوي 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 قوي، بيشوها اسم كده مشهور بيقولوا عليها سيدن ميزنتريكا. كلمه سيدن دي عدت عليكم قبل كده؟ الطب يا دكاتره فيه ثلاثه سيدن، حاجه اسمها تيبس جونزاليز وتيبس ميزنتريكا وكرانيو تيبس. ميزنتريكا نسبه الى ميزنتريك، لان مين الليمف نود بتاع الانتستن؟ ميزنتريك. الليمف نود هي اللي بتكبر تكبر قوي اكسسيف انلارج. طب وتيبس نسبه الى مين؟ تيبس يعني ايه تيبس؟ تيبس مش يعني تي بي، لا تيبس دي كلمه نمط سبيسيفيك معناها سيفير النس. معناها ايه؟ سيفير النس. ايه القصه؟ العيال اللي كان بيجي لهم برايمري تي بي اوف ذا انتستن وكانوا بيموتوا لاي سبب اخر، سواء انتشر التي بي او عمل اي مشاكل، كانوا بيفتحوا بطنهم وبيشرحوا جثتهم ويبصوا يلاقوا التي بي التيوبيركولوس ليمفادمايتس مضخمه النود بتاع الانتستن مكبرها قوي. ميزنتريك ليمف نود كبيره اكبر من البرايمري فوكس، فكان ده اللي لفت انتباههم. فكانوا معتقدين ان اللي موت العيال دول مين؟ هذا التضخم في الليمف نود، عشان كده سموه سيفير انلس او ذا ميزنتريك ليمف نود، فسموها سيفيد ميزنتريك. خلاص؟ ده اسم كده اتقال، ولكن هو اسم انون سبيسيفيك ومش صح. قبل بس ما اخش على الكومبليكيشن تيوبيركولوس فوكس اعلق عليها نقطه صغيره. بصوا يا شباب، اذا تخيلنا ان هذه هي الاسمول انزكشن وخدنا فيها كروس سكشن بالمنظر ده، في بقع لمفاويه طبيعيه موجوده في الاسمول انزكشن؟ في بقع لمفاويه طبيعيه في الاسمول انزكشن؟ اسمها ايه؟ بيرز باتشز. فتوقع الجرانيلومس لما تتكون في الصاب ميوكوزا ولا في البيرز باتشز؟ في البيرز باتشز، لان البيرز باتشز مليانه ايه؟ الليمفوسايتس، هي اللي بتستفز وبيحصل لها رياكشن. فتلاقي كل التيوبيركولوس فوكاي اللي بتتكون في البيرز باتش. يعني التيوبيركولوس فوكس مجموعه من التيوبيركل انسايد بيرز باتش. يبقى المكان مهم. بيحصل التي بي في الانتستين فين؟ في البيرز باتش. في بعض الحالات البسيطه في البرايمري تي بي الكازيشن في البرايمري كتير ولا قليل؟ قليل، ولذلك في حالات بسيطه هيحصل كازيشن لهذه الفوكس ويبدا الابيثيليوم يتاكل، واذا اتاكل الابيثيليوم ووقع يعمل ايه؟ الزر، يعمل الزر. يبقى اذا التيوبيركولوس فوكس ان بيرز باتشز وتوصفوها جروس ومايكروسكوب، تعرفوا تالفوا جروس بتاع تي بي؟ تعرفوا تالفوا جروس بتاع تي بي؟ قلنا دي بيبدا على شكل ايه؟ تيوبيركولوس، يعملوا مع بعض ايه؟ فولج. اللون في الاول بيبقى جراي، بعد كده بيبقى يلو شويه، كونسيستنس في الاول بتبقى فين، بعد كده بتبقى سوفت شيز. هو ده الجروس بتاع تي بي في الدنيا. يجيب الجهاز بس يجيب طبع رجلك الصغير، يجيب اي حته كله زي بعض، يبقى التيوبيركولوس فوكس ان فيري باتش مي ليد تو مينيمال الستريشن، ممكن تعمل الستر. بص يا دكاتره، لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، لو سمعت عن الستر في اي مكان في الدنيا لابد الالستر تتوصف بحاجتين، قرحه توصف بحاجتين عشان تفرقها عن اي قرحه ثانيه، لان اسباب القرح في الامعاء كثيره جدا واسباب القرح في الجي ار دي كثيره جدا. القرحه عشان نوصفها جروس بيكتشر لازم نتكلم على حاجه اسمها ايدج وحاجه اسمها فلور. حاجه اسمها ايه؟ ايدج وحاجه اسمها فلور. ايدج يعني ايه؟ ايدج يعني ايه؟ حافه. والفلور يعني ايه؟ ارضيه. لو انا رسمت هذه القرحه، الرسمه دي من فوق ولا من تحت؟ الرسمه دي منين؟ من فوق ولا من تحت؟ الرسمه دي من الجنب، ولا انتوا متخيلين اي حاجه خالص. رسم، انا راسم الالسر من الجنب، قرحه باصص لها من الجنب، قرحه اتكونت في الاسيستم من بص من الجنب. الايدج واحد ولا اثنين؟ فين ثلاثه؟ الايدج واحد ولا اثنين؟ يعني ده الايدج واحد ولا ده الايدج اثنين؟ الحافه اللي هي فين؟ واحد. والارضيه اللي هي فين؟ اثنين. يعني ده ايدج وده فلور. هذا الايدج يا دكاتره بتاع التي بي، ركزوا معايا، اي قرحه التي بي عملها الايدج بيسموه اندر ماين. احفظ الكلمه دي زي اسمها. الايدج بيسموه ايه؟ اندر ماين. الايدج بيسموه ايه؟ اندر ماين. وتتوقع الفلور الارضيه اللي هنبص عليها لون احمر ولا اصفر؟ اصفر. ليه؟ عشان الكازيش. وسوفت ولا فيرم؟ سوفت.
واي ارضيه في قرح التي بي بتبقى سوفت يلو، سوفت تشيز يلو، دي قاعده ثابته. يبقى دايما بيبقى الاتش اندر مايند، ودايما الارضيه بتبقى سوفت يلوش تشيز. يا دكاتره هيجي لكم ان شاء الله في امتحان اخر السنه وفي امتحان البلوك كيسز، ولانكم كتاكيت في سنه ثالثه فبيجي لكم حاجه اسمها كي وورد كيس، يعني كيسز بكلمات داله. يعني ايه كلمات داله؟ يعني يجيب لك كيس ويجي عند كلمه معينه ويشدد لك تحتها خط. لو لقيت في يوم من الايام قصه طويل عريض ولقيت خط مشدود تحت كلمه اندرمايند اتش سوفت كازيتنج فلور، والله ما تتعب نفسك ولا تقرا بقيه الكيس. يبقى وانت مغمض الكيس تشخيصها ايه؟ تي بي، لان التي بي من الحاجات المميزه للالسر بتاعته، ما بتتكررش حاجه ثانيه. اندرمايند اتش يلو سوفت فلور. خلاص يا شباب، ده بالنسبه لوضع الالسر اللي حصلت بعد التيوبركولوس. نعم. اندرمايند اتش يعني ايه؟ اندرمايند اتش يعني الاتش من فوق مغطيه على جزء من الفلور. يعني لو انت بتبص من فوق مش هتشوف الفلور كله. يعني القاعده عريضه والايبكس ضيق. طب ليه بيحصل الكلام ده؟ لان الكازيشن تحت ولا فوق؟ الكازيشن فين؟ تحت. تحت فين؟ هو التي بي في الانتستن بدا فين؟ في البيرز باتش. والبيرز باتش فين؟ تحت. يعني الكازيشن بيبدا تحت، يعني التاكل اكتر تحت ولا فوق؟ تحت. ولذلك معظم التاكل تحت في القرحه. كلمه اندر مايند ايدج يعني قاعده عريضه راس ضيقه او رقبه ضيقه، دي كلمه اندر مايند، وده اللي بيحصل في التي بي. ده كده ده بالنسبه للبرايمري سباينال تي بي. الكومبليكيشنز تتوقعوا اكتر في برايمري ولا سكندري؟ مين عنده كومبليكيشن اكتر، برايمري ولا سكندري؟ برايمري ولا سكندري؟ برايمري ولا سكندري؟ انتوا مغمضين هيبقى مين؟ سكن. ليه سكندري كومبليكيشن اكتر؟ لان ما في مور كازيشن. هنقول الكومبليكيشن كمان شويه. كل اللي هقوله دلوقتي ان ده اقل وده اكتر، بس ما ينفعش تقول كده في الامتحان، لازم تقول ايه هي الكومبليكيشن ونبدا نلعب فيها مع بعض. ندخل على السكندري سباينال تي بي. سؤال بيقول كلمه سكندري سباينال تي بي يعني حصل تي بي في الانتستين لتاني مره ولا تي بي في الجسم لتاني مره؟ السؤال اللي سالته تريليون مره، تي بي فين؟ في الجسم. امال اول مره كان فين في الجسم؟ كان في اللنج، والعيان بلع السبيوتم بتاعه. في انه نوع من انواع البالمونري تي بي؟ اولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الكرونيك فايبرو كيسز اللي فيه كازيشن وبلغم بيطلع. بس يبقى اذا السكندري سباينال تي بي هو عباره عن سوالوينج، بلع السبيوتم في حالات الكرونيك فايبرو كيسز، يقوم نازل على السيستم ويعمل المصايب بتاعتي. طيب في ثاني مره هيحصل فيها تي بي في الجسم، اول مره كانت في اللنج، ثاني مره في الانتستين. في ثاني مره الترانسفير فاكتور كان نسبته ايه في الدم؟ عاليه. ولذلك الكازيشن فاكتور لما يحصل الكازيشن يبقى ايه؟ يبقى اعلى. ولذلك الباثولوجي يا دكاتره هيحصل كالتالي. بص بقى معايا. طبعا المكان هياخد برضه التيرمينال ايليم، بس ينسد لما بعد التيرمينال ايليم. ايه اللي بعد التيرمينال ايليم؟ السيك. اللي بعد التيرمينال ايليم السيك. يبقى اذا السايت تيرمينال ايليم اند سيك. كده الرسمه غلط طبعا، الرسمه كان ناحيه اليمين. تيرمينال ايليم وياخد السيك. يعني الموضوع منتشر اكتر لان السكندري اعلى، خد الايليم واللي بعده. الباثولوجي يا دكاتره الفرق الوحيد ايه؟ ركز بقى معايا. ادي الانتستين اهي، حاطين فيها كروس سكشن. كويس. واتفقنا يا دكاتره ان الانتستين فيها بقعه لمفاويه اسمها بيرز باتش. عايزك تتخيل معايا الرسمه وتركز شويه. ادي بيرز باتش اهي، وبيرز باتش اهي، بقعه لينفوسايت، وبيرز باتش اهي، وبيرز باتش اهي، وبيرز باتش اهي، وبيرز رينج. عاملين رينج. ماشي. التي بي بيبدا في البيرز باتشز ولا في الصاب ميكوزا؟ في البيرز باتشز. يقوم عامل ايه في البيرز باتشز؟ جرانيولوما وتيوبركلز، تيوبركلز، 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 وبعد فتره تيوبركلز يحصل فيها كازيش. الكازيشن في السكندري مايلد ولا اكسسيف كازيشن؟ ولما يبقى اكسسيف هيتكون قرحه ولا ما يتكونش؟ هيتكون بنسبه قليله بنسبه كبيره، ده لازم يحصل قلق. تخيل معايا المنظر. يقوم حاصل قرحه فوق البير باتش الاولانيه، وقرحه فوق البيرز باتش الثاني، وقرحه فوق الثالث، انتوا متخيلين ولا لا؟ والرابع والخامس اند سو اون. ويبقى الانتستين يا دكاتره فيها سنجل السر ولا مالتيبل السر؟ يبقى الفرق رقم واحد ان المالتيبل فوسايت هتعمل مالتيبل السر. ادي واحد. اثنين،
الكازيشن في كل قرحة من دول قليل ولا كبير؟ الكازيشن قليل ولا كبير؟ كتير. فلو تخيلنا قرحة عمالة توسع ويحصل لها كازيشن وتاكل في الوول، وقرحة تانية عمالة تعمل كازيشن وتاكل في الوول، مش في احتمال القرح دي تلزق في بعض؟ تقوم القرحة الأولانية ملزقة في التانية، والتانية ملزقة في التالتة، والتالتة ملزقة في الرابعة، ويبقى جدار الانتستين التاكل واتحدت القرح وعملت قرحة مدورة حزامية. قرحة ايه؟ حزامية. يوم يسموها جيرد الألتر. يبقى إذا هي مالتيبل ألتر، ممكن يحصل فيوجن بين ألتر، يوم عاملة حاجة اسمها جيرد الألتر. جيرد الألتر يا دكاترة يعني الأمعاء من جوه متحزمة بقرحة، متاكلة، متخيلين المنظر؟ متقرقضة متاكلة من جوه اليومن. في تآكل شديد جدا جوه. عشان كده الكومبليكيشن اللي جايه مايلد ولا سيفير كومبليكيشن؟ سيفير كومبليكيشن. يبقى الفرق الوحيد انها مالتيبل الالتر بتعمل فيوجن لان في اكسسيف كازيشن، وهذا الفيوجن ليدنج تو جيرد الالتر. السؤال اللي عايز اساله للناس اللي كانوا صاحيين الحصه اللي فاتت، تتوقع الليمف نودز هنا كبيره ولا صغيره ولا نورمال؟ تضخم في الليمف نود اكبر في البرايمري ولا في السكندري؟ في البرايمري. طب وكازيشن اكتر في مين؟ في السكندري. البرايمري فيه تضخم اكتر في الليمف نود. هنا تضخم الليمف نود انسيجنيفيكانت. ليه؟ عشان الفاكتور اللي اسمه مايجريشن انهبيشن فاكتور اللي منع حركه الماكروفاج وما وصلش الباسيلاي اللي اسمه، ولذلك التيوبركلوس ليمفادونايتس هنا انسيجنيفيكانت. مش عايز تقولها ما تقولهاش. خلاص؟ المهم القرح اللي تقولها. طيب ده المنظر بتاع السمول انتست. طبعا القرح لما تيجي في الامتحان تقول ألسر توصفها. ما هو وصف الألسر؟ الإيدج بتبقى اندر مايند، والفلور بيبقى سو تشيزي اند يلو ان كلر. نيجي للكومبليكيشن يا دكاتره، نحفظ ولا نألف؟ ما ينفعش تحفظ في تي بي. تي بي يعني تألف. نألف كومبليكيشن بتاع تي بي. يلا نألف. مين يألف أول تأليفة؟ طمبة تي بي. إيه طمبة التي بي؟ اي تي بي في الدنيا بيحصل له ايه؟ عدوا لي يلا. واحد هيلينج باي ماشي، موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. يبقى اذا اول حاجه سبامب تي بي يعني هيلينج باي فايبروز ماشي. اثنين، لو ما اكتملش الفايبروز يعمل كابسوليش جمال ده ويترسب على الكالسيتنج ماتيريال، ان يكون ترسب عليه كالسيفيكيشن ويترسب كالسيتنج. وفي حاجات هتترسب في الكدني بسبب تنشيط الليفر. مين؟ سكندري امايلويدوز. طيب دي صمب التي بي. والتي بي ده انفكشن ولا مش انفكشن؟ واي انفكشن في الدنيا بيعمل سبريد. ما هي انواع السبريد اللي تعرفوها؟ يلا قلب قلب. في عندنا كم نوع للسبريد هنا؟ دايركت، ليمفاتيك، وبلاد، وكاناليك. يبقى اذا السبريد عندنا دايركت وليمفاتيك وبلاد وكناليكولر. هنا هتقول انسباينال ثرو انتستين يعني يتزحلق جوه الانتستين يروح للوب ثاني. سؤال، اول حاجه هتقولها في الدايركت سبريد يطلع الانفكشن لمين؟ مين اللي لازق في الانتستين؟ بريتونيت. يبقى يعمل سيبتيك بريتونيت which is fatal. سيبتيك بريتونيت دي بتموت. يبقى اذا سبريد دايركت للبريتونيت. الليمفاتيك سبريد اوريدي احنا لسه قايلينه في التيوبركلس كوكس والليمفات والليمفادينات بيروح للميزنتريك ليمف نود لسه قايلينه. البلاد سبريد ما تكتبش. ايه احتمالات البلاد سبريد؟ لو مناعه قويه يعمل حاجه اسمها اورجان واحد يعني ايزوليتد اورجان تي بي، ولو مناعه ضعيفه يضرب في كل الاورجانز اسمها ميلياري تي بي. وعندك الانسباينال سبريد ينتقل من لوب للوب والحرب. طيب تحب تقول مين اقل نوع من انواع السبريد في حالات البرايمري؟ دايركت ولا ليمفاتيك ولا بلاد ولا الانسباينال؟ مين اللي قليل؟ استنى اسمعين. البلاد، البلاد سبريد اقلوش. البلاد سبريد اكتر في السكندري. ليه؟ عشان كازيش عشان يخرج البلاد فيسل ويتقفل، انما هنا البلاد سبريد از مينيمال. ماشي. يبقى اذا ثاني يا دكاتره دي قاعده هنثبتها في كل انواع التي بي. كومبليكيشن بتاع تي بي يبقى اسطمبة تي بي واسطمبة سبريد واسطمبة اورجان. يعني ايه اسطمبة اورجان؟ ركز بقى معايا. الليجن الاساسي في هذا الاورجان اللي هو انتستين كان ايه؟ كان ايه الليجن الاساسي اللي اتكون؟ ايه الجديد في الانتستين؟ يعني ايه اللي حصل فيها؟ اتكون فيها ايه؟ الف. بص يا دكاتره، لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. اي فرحه هيقابلك في المنهج 17 ألسر في الجي اي تي.
واي نوع ألسر يقابلك في الجي اي تي، فلن تخرج الكومبليكيشن بتاع اي قرحة عن اربعة. اقولهم لكم الاربعة هم كالتالي، ركزوا معايا. قرحة مكشوفة، مكشوف والانتستين خلي بالك عايش فيها بكتيريا ولا مش عايش، يوم يحصل لها انفكشن ولا ما يحصلهاش، ادي واحد. يجي عليها سكندري بكتيريا الانفكشن، اي قرحة كده. قرحة مكشوفة يعني هتخرم بلاد فيسل، يبقى يطلع من البلاد فيسل ايه؟ لما يتخرم يطلع منه ايه؟ دم، والعين يجيب دم في الاستول، يبقى يجي عليها سكندري انفكشن يطلع منها بلاد. طب اذا خفت القرحة تقفل بريجنريشن ولا فايبروزز؟ طيب في مشكلة لو حصل فايبروزز في الانتستين، تقول لي طب ده حتى حلو وتليف وقفل الدنيا. لا مش حلو، لان الانتستين اذا حصل فيها فايبروزز هيلزق اللوبز في بعضها ويقوم عامل يعمل ستريكشر يضيقها، يقوم يحصل انستاينال اوبستراكشن بيموت. يعني لو خفت تموته، لو حصل هيلينج باي فايبروز يعمل انستاينال اوبستراكشن. تقول لي طب ما تخفش بقى، بلاش تخف. طب لو ما خفتش تستمر القرحه في التاكل تقوم خرمه الانتستين، واذا اتخرمت الانتستين ولزقت في الانتستين الثانيه وعملوا خرم موصل الاثنين يبقى اسمها ايه؟ فيستيولا. تقوم عامله واذا اتخرمت تعمل فيستيولا. القرح يا دكاتره في الجي اي تي يطلع منه يجي عليها خفت يا اما خزقنا عينين، عارفينها الحكايه دي مش عارفينها، يطلع منها ايه؟ بلاد، يجي عليها ايه؟ سكن بكتيريا انفكشن، خفت تخف بايه؟ بفايبروز، خزقنا عينيها بايه؟ بيرفوريشن اللي ممكن يعمل فيستيولا، يطلع منها يجي عليها خفت يا اما خزقنا عينيها. هذه قرح الانتستين وقرح الجي اي تي، يبقى اذا ثلاثه كومبليكيشنز اوف ألسر. ما هي الكومبليكيشن اوف ألسر؟ عدوها لي تاني. ما هي الكومبليكيشن اوف ألسر؟ يطلع منها بلاد، يجي عليها سكن بكتيريا الانفكشن، خفت تخف وفايبروز، والفايبروز يعمل فاينل اوبستراكشن، خزقنا عينيها يعني حصل بيرفوريش، والبيرفوريشن يعمل ايه؟ فيس. وتبدا هذه القرح تعمل فيستولا، وممكن الفيستولا تبقى فيستولا. ده بالنسبه لنا ها الايه؟ هو كومبليكيشن اهو، كومبليكيشن صمت تي في، صمت ستريس، صمت قرح. كومبليكيشنز اوف ألسر وتعدهم. وبعدين هتقول الألسر هيحصل عليها سكندري انفكشن، يطلع منها بلاد او تتخرم ببريبوريشن او يحصل هيلينج باي فايبروز. مش عايز اسمع صوت. مين اللي هيحصل له كومبليكيشن اكتر، البرايمري ولا السكندري؟ كومبليكيشنز اوف ألسر، مين اللي هتبقى مور هيموراجيك؟ مين اللي تبقى مور انفكتد؟ مين اللي تبقى مور فايبروتيك؟ مين اللي تبقى مور فيستيوليتد؟ معظم الكومبليكيشنز فين؟ مور كومن انفكتد. كده يا دكاتره خلص الفاينل قواعد عامه لتاليف الجينيك في اي اورجن يا دكاتره. ألسر اندر مايند ايدج. الوات اندر مايند ايدج كومبليكيشن. هقول لك يجي عليها سكند بكتيريا انفكشن، يطلع منها بلاد، تقفل هيلينج باي فايبروز، والفايبروز يعمل اوبستراكشن. ما قفلتش يبقى بيرفوريشن، والبيرفوريشن ممكن يعمل فيستي. طيب ده بالنسبه للتي جي وبعدين. طيب بس يا حبيبي هنتكلم على حاجه اسمها يا دكاتره يوبركولاس بريتونايت. يوبركولاس بريتونايت خلاص. البريتونيوم يا دكاتره بدايه نبدا بالاتيوم. خلصنا واحد، باقي لنا كام دلوقتي؟ باقي تسع. خلصنا واحد بقى تسع. البريتونيوم اتيولوجي يجي له انفكشن منين؟ ايه مصدر الانفكشن بتاع البريتونيوم؟ هيجي له منين يعني؟ دايركت سبريد من الاتس. وفي احتمال كمان، ايه الاحتمال الثاني؟ مش ممكن يكون التي بي لسه في الدم وراح دخل على البريتونيوم او بلاد سبريد. يبقى اذا جاله دايركت، ايه القلق اللي انتوا عاملينه ده؟ اذا جاله دايركت يجي من الانتستين او يجي له عن طريق البلاد. وطبعا عشان يجي له عن طريق البلاد ده معناها يجي في الجسم كله مش بس البريتونيوم. ماشي، يبقى الايتيولوجي يا دايركت سبريد من الانتستين او البريتونيوم لازم من الانتستين، يا اما جاله من الدم. ماشي، الباثولوجي يا دكاتره كلام فاضي يتقلب. لما يحصل تيوبركلوزس في البريتونيوم هنشوف ايه في البريتونيوم. يلا الف، كل واحد يالف تاليف. هنشوف ايه في البريتونيوم؟ هنشوف ايه؟ كاتيش. ماشي، بس قبل الكاتيشن مين اللي عمل الكاتيشن يا فالح؟
تيوبرك تيوبرك يقول تيوبرك الاول بعدها اقول كالديش ماشي. التيوبركلز في البريتونيوم كتيره ولا قليله؟ التيوبركلز في البريتونيوم كتيره ولا قليله؟ قليله. ليه؟ لان الرياكشن في السيروس ساك معظمه بروليفريتيف ولا اكسيوديتيف، ولذلك التيوبركلز قليله بس الميه كتير واكسسيف اكسيوديتيف. الاكسيوليت ده محتوياته ايه؟ في فايبرينوجين ولا ما فيهوش؟ يبقى اكسيوليت في فايبرينوجين. في لينفوسايتس ولا ما فيهوش؟ وفي واكسس لينفوسايت. يبقى اذا اي سيره ساكيه ده كامل، مش بس بريتونيه، يعني بريتونيه بريتاردا بلورا مننجيز كلهم نفس القاعده. تيوبركل قليل، في كالديشن، في اكسيوليت، والاكسيوليت في فايبرينوجين وفي لينفوسايت. سؤال، الهيلينج يحصل ازاي؟ الهيلينج يحصل باي فايبروز. في مشكله من فايبروز التليف في البريتونيوم يعمل التصاقات، والكلام ده يتطبق زود عليهم فايبروز. اربع نقط يا دكاتره بتقولوهم في اي سيره ستيك، ايه الاربع نقط تاني؟ تيوبركلز وعددها قليل، بعد تيوبركلز بيحصل لها كازيج. تيوبركلز قليله يبقى مين اللي كتير؟ اكسيوديت، والاكسيوديت فيه كميات من الفايبرينوجين واللينفوسايت، والميلك في النهايه باي فايبروز اللي بيعمل ادمج. الناس اللي عندهم تي بي في البريتونيوم لقوا فيه نوعين من الناس، اثنين اخوات، واحد جاي بانسداد في الامعاء سباينال اوبستراكشن، ركز معايا، واخوه اللي جاله نفس نوع التي بي ما جاش بانسداد في الامعاء، ده جاب بطن منفوخه مليانه ميه. طب ليه؟ واحد جاي بادهيجنز والتاني جاي باكسسيف اكسيوليت. راحوا مقسمين الناس اللي بيحصل لهم تي بي في البريتونيوم الى نوعين. النوع الاولاني سموه ويت، يعني ايه؟ يعني ميه كتيره ولا فايبروز كتير؟ ميه كتير. والنوع الثاني راحوا مسمينه دراي. دراي يعني ميه كتيره ولا فايبروز كتير؟ فايبروز كتير. تستغرب لو قالوا على الويت اسيتيك. اسيتيك يعني ايه؟ جاي من اسيتيك. تستغرب لو قالوا على الدراي ادهيزف. ادهيزف يعني ايه؟ فقط. يبقى الويت بيسموه اسيتيك والدراي بيسموه ادهيزف. يلا نألف مع بعض، بس عايز واحد فاهم يألف، انما اي حد مش فاهم يتفرج بس يشوف الفاهمين هيألفوا ازاي. تتوقع مين عنده مور هايبر سنسيتيفيتي؟ ايه؟ قولها تاني. مين عنده مور هايبر؟ هو اي تي في في الدنيا فيه هايبر سنسيتيفيتي ولا مفيش؟ يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ اكسجريتد رياكشن نتيجه الباسيلاي والجسم هو اللي عمل رياكشن. مين اللي عنده هايبر سنسيتيفيتي اكتر؟ الويت تايب ولا الدراي تايب؟ الويت افتكروها من الاكسيوليتيف ليجن، البروليفريتيف ليجن والاكسيوليتيف رياكشن. مين الاكسيوليتيف رياكشن يزيد امتى؟ في الناس اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي. طب عايز حد كان فاهم ومذاكر يقول لي ليه الهايبر سنسيتيفيتي لما بتزيد بتزود الفلويد اكتر وده ليه هايبر سنسيتيفيتي؟ لان لما بيزيد الهايبر سنسيتيفيتي عدد الخلايا بيزيد، مين الخلايا اللي هتزيد؟ ليمفوسايت. طب ولما الليمفوسايت تزيد، هنا الليمفوسايت اكتر هنا الليمفوسايت اقل. لما الليمفوسايت تزيد مش تطلع كميات اكبر من الكازيشن فاكتور قرار التدمير؟ طب ولما الكازيشن يزيد مش كميه الميه في التيشو تزيد؟ انت لما بيكون في جرانيلوما دي حاجات سيرف، انما تبدا تدمرها بتبقى سيني ليكوفايد، ولذلك يزود كميه الميه. يبقى اذا عيان الويست عنده مور هايبر سنسيتيفيتي لور ذا اميونيتي، اقل في الاميونيتي. عيان الدراي عنده لور ذا هايبر سنسيتيفيتي اند مور اميون. سؤال، مين عنده تيوبركلز اكتر؟ مين عنده تيوبركلز اكتر، الدراي ولا الويت؟ الدراي. مين عنده ميه اكتر؟ الويت. يبقى اذا عندك الدراي مور تيوبركلز، ولكن الويت عندك مور اكسيوديت. مور اكسيوديت والاكسيوديت طبعا يتفاجئ. السؤال بقى بيقول مين اوحش؟ عيان يجي له دراي بريتونايتس ولا عيان يجي له ويت بريتونايت؟ مين اوحش؟ الاثنين انيل من بعض، لان الويت بريتونايت الكومبليكيشن بتاعه ايه؟ اسايت بطنه تتنفخ وتضغط على الاورجنز تعمل كومبريشن وتغير الضغط في البطن ويحتاج يعمل بذل. عارفين بذل ده يعني ايه؟ يعني ايه بذل؟ يدخلوا في حقنه في بطنه يخرموا كرشه ويقوموا طالعين بالاسبايريت الفلويد يرموه في الشارع. يقول لي طب وبعدين؟ بطنه تعبي تاني، يعملوا ايه؟ يقوموا خارمينها تاني وهكذا. يا اما واحد بقى ذكي يقول لك خلاص نركب له بقى ايه؟ اركب له قسطره ويمشي بكيس عمال يجيب ميه من بطنه. حاجه مثل اجريسيف جدا. العيان الدراي ده مشكلته مش قسطره، مشكلته ايه؟
الفايبروز اللي هيعمل ايه؟ اديهيجن. ايه مشكله اديهيجن في البريتونيه؟ ايه مشكله اديهيجن في البريتونيه؟ الانتستاينال لوب زي دكاتره بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ يمين ولا شمال؟ حركة ازاي؟ بريستالتيك موفمنت، ديسندنج موفمنت. طب لو لزقنا الانتستاينال لوبز في بعضها هيساعد الحركه ولا ينترفير الحركه؟ ينترفير. والاكل بينزل في السيستم بالجرافيتي ولا بالحركه؟ بالحركه. يعني وانت نايم الاكل بينزل ولا ما بينزلش؟ بينزل ولا ما بينزلش وانت نايم؟ هو مفيش جرافيتي بقى بتتحرك برضه، يبقى اللي بينزلها. فلو حصل ان الموفمنت انترفيرد وقفت، العيان ده يحصل له توقف للاكل في منطقه معينه، دي بيسموها انتستاينال اوبستراكشن. يبقى اذا العيان بيحصل له امتداد نقص، الاديشن تؤدي الى انتستاينال اوبستراكشن، امتدادات في الامعاء. يبقى تاني يا شباب عشان الناس النايمين يصحصحوا، قسمنا السيبيس البريتونيوم الى نوعين، النوع اللي فيه ميه كتير اسمه ويت، وله اسم تاني بيقولوا عليه اسيد. النوع اللي ما فيهوش ميه كتير بيسموه دراي، وله اسم تاني بيقولوا عليه اديز. مين العيان اللي عنده مور هايبر سنسيتيف؟ الويت. مين العيان اللي عنده مور اميونيتي؟ الدراي. مين العيان اللي عنده مور تيوبركل؟ الدراي. مين اللي عنده مور كازيشن اوكسيديز؟ الويت. مين اللي عنده مور ليمفوسايت؟ الويت. ليه الليمفوسايت اكثر في الويت؟ عشان عنده مور هايبر سنسيتيف. مشكله الويت ايه؟ اسايتس. ومشكله الدراي ايه؟ اديش. والاديشن يعمل انسبايرال اوبستراكشن. لا بعيد. ده بالنسبه للتيوبرولاس بريتونايت. خلصنا اثنين بقي كام؟ يا مسلم يا رب. هندخل يا دكاتره في موضوع ياخد دقيقه واحده بالظبط. موضوع ياخد دقيقه واحده بالظبط. اسمه تيوبركلوسو بلاتون سيل. اصحوا معايا عشان هسال. اسال سؤال. التي بي يا دكاتره في التونسل في الليول يجي برايمري ولا سكندري؟ اي مكان في الدنيا يجي فري تي برايمري يبقى ممكن يجي فيه سكن. يعني يجي برايمري ولا سكندري؟ برايمري وسكن. ليه في التونسلز بيجي برايمري؟ بيجي ازاي؟ بالشرب ولا بالشمس؟ بالاثنين. يبقى يجي بالانجكشن والانهاليشن. طب امتى يجي سكندري تي بي اوف ذا تونسل؟ سكندري يعني في الجسم اول مره ولا في التونسل اول مره؟ سكندري يعني في الجسم ثاني مره. طب كانت أول مرة في الجسم فين؟ كان أول مرة في الجسم كان فين؟ في اللنج. والسبيوتم طلع على التونس. يبقى نفس القصة بتاعت الانتستاينال تي بي، بس العيان ده ما بلعش، لا ده عندك كان محترم وكح وطلع السبيوتم فعدى على اللوز فهيجيله هيجيله. يبقى إذا التي بي في التونس البرايمري أور سكند. هقول هنا كلمتين وهنا كلمتين. قلتوا لي برايمري بيجي بالأكل ولا بالشرب؟ بالاثنين. الاثنين اكل او شرب. بس اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل ايه يعني؟ هو لحمه نيه. وفي بنادمين بياكلوا لحمه نيه؟ هو ممكن يجي عن طريق اكثر طريقه طبعا هي الانجكشن اللي هو عن طريق الشرب اوف كونتامينيتد ميلك، وممكن يجي كونتامينيتد فود، فود لو اتلوث بالدبان، الدبان ده واخد السبيوتم واخد اي قرف من الشارع وقف على الاكل كل السندوتش بدبانه كويس، فممكن يحصل نفس الكلام. انما مور كومن هو الانجكشن. طيب يجي بالانهاليشن ولا ما بيجيش؟ ويجي بالانهاليشن. لو اتشمت البكتيريا من الهواء ممكن تيجي في التونس، يعني يجي بطريقتين. ولذلك البرايمري وذا تونس الكومن ولا رير بيحصل كتير. الثلاثيه اللي احنا عارفينها الباثولوجي برايمري تي بي اوف ذا تونس، الثلاث نقط مفيش غير النقطه رقم واحد اسمها ايه؟ تيوبركولاس فوق. نقطه رقم اثنين اسمها ليمفانجايت. نقطه رقم ثلاثه اسمها ليمفادرايتس. يبقى البرايمري كومبلكس الثلاثي اللي احنا عارفينه ومش اي برايمري في الدنيا. ارجع الثلاثه دول برايمري فوكس يورك فوكس في التونس اللي في ده ليمفانجايتس ليمفادرايتس الغدد الليمفاويه السيرفايكال وورد. السكندري هيفرق عن البرايمري حاجه واحده، الكازيشن كتير ولا قليل في حالات السكندري؟ كتير. والليمف نود انلارجمنت اقل ولا اكتر في حالات السكندري؟ اقل. طب لما يبقى كازيشن كتير جوه التونسل، التونسل عليها ايبيثيليوم ولا ما عليهاش؟ في ايبيثيليوم في التونسل؟ انتوا ما تعرفوش ولا خايفين تقولوا؟ في ايبيثيليوم ولا مفيش ايبيثيليوم؟ اكيد طبعا في ايبيثيليوم. امال التونسل متعرية كده ما تتابع الكوليكين اللي طالعه الليمفوسايتس ناطحه في وشك؟ ما هو لو دي بص في التونسل فهو اكيد في ايبيثيليوم. نوع الايبيثيليوم هو نفس النوع بتاع الايه؟ بتاع الاورال كابس. طيب لو حصل كازيشن عنيف في السكندري تونسل تي بي يبقى يحصل ألسر ولا ما يحصلش؟
وصف القلب. الاتش اندر ماي والفلور صوت اند شيز وير. يبقى نفذ، يبقى السكندري ان مور كونديشن هيؤدي الى مور ابريشن. ووصف الالتر اللي احنا عارفينه الف 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 مش اي مشاكل، والف كومبليكيشن بتاع التر وعيش حياتك. بس يا ريت ما تقولش بالفوريشن لو حبيت تالف هنا، مش معقول اللي هو تتخرم وتطلع من الرقبه يعني. في حاجه برضه يعني كومبليكيشن كلينائيه شويه دي ما تقولهاش. نيجي اللي بعد كده، ده كلام فاضي اي كلام. خلصنا كام دلوقتي؟ يا مسهل يا رب. تيوبركلوز اوف ليمف نود جادجات، تيوبركلوز ليمفادينايت. اسمعوا معايا، تيوبركلوز ليمفادينايتس ده موضوع جديد ولا قديم؟ سمعتوا عنه قبل كده؟ سمعتوا عنه كم مره؟ سمعتوا عنه كم مره؟ ثلاث مرات. سمعتوا عنه في التي في بتاع اللنج. الليمف نود كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه الليمف نود بتاع اللنج؟ هايل. وسمعتوا عنه في التي في بتاع الانتست. الليمف نود اسمها ايه؟ ميزنتريك. وسمعتوا عنه في التي في بتاع التونسل، والليمف نود كان اسمها ايه؟ سيرفايك. بتسأل سؤال مشهور، اكتر ليمف نود في الجسم بيجي لها تي في مين؟ الثلاثه دول اللي هم مين؟ هايلر، سيرفايكال، ميزنتريك. اشمعنى الثلاثه دول؟ اشمعنى الثلاثه دول يعني؟ لان هي ايه العلاقه ما بين الهايلر والميزنتريك والسيرفايك؟ هي نفس العلاقه ما بين اللنج والتونسل والانتست. ايه العلاقه؟ ان كلها اماكن ايه؟ برايمر. يبقى الموست كومون تايب اوف تي في الليمف نود دي الحته الوحيده اللي بنستخدم ليها في علاج ستريس يعني سيرفايكال وهايلر وميزنتريك، لانها بتدرين السيرفايكال. بتدرين مين؟ السيرفايكال بتدرين مين؟ طب والهايلر اللنج والانتستاين والميزنتريك انتست، وكلها اماكن برايمري. اللي جاي بعد كده مفيش كلام، كله تقريبا الباثولوجي. يلا الكلام اتقال قبل كده، فارجوك ما تتعبش نفسك وما تكتبوش تاني. هقولها شفه بس عشان بنراجع. ميزه التي في ان احنا بنراجع 15 مره. جرانت بيكشر بتاع ليمف نود فيها تي في. والله ما تتعب نفسك ولا تكتب ولا كلمه، لان الكلام ده اتقال مرتين لحد دلوقتي. يلا اوصفوا لي ليمف نود فيها تي في، كبيره ولا صغيره؟ كبير. سيباريتد ولا ميتد؟ سيباريتد. لونها في الاول جري، كونسيستنسي في الاول فير، بعد كده الجري هيبقى يلوش وايت، والفيرم يبقى سوفت شيز، والسيباريتد هيبقوا ميل. كلام اتقال قبل كده. يبقى اذا از اباف المايكروسكوبيك، الكلام اللي انتوا عارفينه مايكروسكوبيك بتاع اي تي في في الدنيا. هو التي في بيعمل ايه في اي تيشو؟ بيعمل ايه؟ جرانيلو. ما هي مكونات الجرانيلوما؟ في النص دي خلايا اسمها ابيثيليويد و لانج هانز شاين، وفي الاطراف خلايا اسمها ليمفوسايت اند فايبروبلاست. بعد فتره السنتر يحصل له جلديش، والبريفرال يحصل له فايبروز، والبلاد بيس يحصل لها ان ذا تايب اوف ليترانس. والله ما تكتب اي حاجه من الكلام، ان خلاص كلامه ريلت في الامتحان تكتبه، هنا ما تكتبش. كل اللي هقوله حاجه واحده، ادي الليمف نود يا دكاتره. وبعدين العيال الصراع اللي ورا بطلوا الكلام، قالوا المخجر اللي ورا بطلوا الكلام. بيتكلم عارف نفسه بقى، ده على راسه بقى، الا على راسه بقى. بص يا دكاتره، ادي الليمف نود اهي، وهي عباره عن ليمفوسايت. معلومه تستولج، التي ليمفوسايت موجوده اكثر بريفرال ولا سنترال؟ تي ليمفوسايت سنترال ولا بريفرال؟ لا سب كورتيكال. يعني ايه سب كورتيكال؟ يعني بريفرال. طيب سؤال، وفي اطراف الليمفويد فوليكل في سيلز برضه. السؤال بيقول مين يا دكاتره هيوصل له تيوبركلز الاول، او هيبقى فيه تيوبركلز اكثر، سب كابسولر ولا السنترال بارت؟ سب كابسولر ولا السنترال بارت؟ يعني هلاقي التيوبركلز اكثر هنا في النص ولا اكثر في الاطراف؟ في الاطراف. كل اللي عايزك تعرفه المعلومه دي، ان التيوبركلز في المايكروسكوبيك مور كومن سب كابسول. ودي يا دكاتره شريحه عندكم في العمل، عشان في العمل ان شاء الله لما تعرف انها ليمف نود، ليمف نود لونها ايه تحت الميكروسكوب؟ ازرق ولا احمر؟ ازرق، لانها ليمفوسايت زرقاء بيزوفيليك. هتدور على بقع لونها احمر او بينك، اللي هي بقع جرانيلوما فيها كالزيش. هتدور عليها فين؟ هتشقلب الشريحه يمين وشمال و180 درجه، ومش هتلاقي الكالزيشن متركز ولا التيوبركلز متركزه الا تحت الكبسوله.
فلما تيجي تدور في الشريحه دي في العملي هشوف ان شاء الله الكلام ده مع بعض، قال لينا عمر يعني هتدور عليها تحت الكبسول. ده فرض ان انت عرفت الكبسول اساسا يعني خلاص، يبقى اذا الليمف نود اكتر مكان بيحصل فيه كمية سب كبسول. بعد كده يعمل كازيشن ويدمر الليمف نود كلها، يحصل اكسسيف كازيشن واكستراكشن اوف ليمف. بتيجوا نقلل كومبليكيشن بس من غير ما نكتب يعني، نقلل كومبليكيشن اكتبوا الحاجات المميزه بس. يلا مين يالف لي كومبليكيشن بتاع تي بي في الليمف نود؟ يا شباب عايز اطمن ان قدراتكم على التاليف بقت عاليه عشان اموت وانا مرتاح. قدرات التاليفيه لازم ترتفع. كومبليكيشن سؤال صح يعني، كومبليكيشنز اوف تي بي في الليمف نود هنقول ايه؟ ايه الاسطمبات اللي تحبوا تقولوها؟ طمب التي بي موجوده مش موجوده؟ موجود. طب وبعدين طمب انذار ثلاثه اللي ورا انذار، وطبعا انتوا عارفين بعد الانذار ايه؟ الله يفتح عليك. يبقى اذا في طمب تي بي، في طمب سبريد ولا فيش طمب سبريد؟ لانه فيكش وفي طمب سبريد. يبقى اذا هي طمب تي بي عاديه والطمب سبريد من غير ما تكتبوا يا دكاتره. قولوا لي طمب تي بي عباره عن ايه؟ يلا طمب تي بي واحد فايبروز، اثنين كابسوليش، ثلاثه كاسكيش، اربعه ساكها مايدوز. ولا تكتب اي حاجه من الكلام ده من كتر. طمب سبريد ايه؟ طمب سبريد انواع السبريد ايه؟ دايو لينفاس لاد في كاناليكولر، في كاناليكولر، لا في كاناليكولر. امتى يحصل كاناليكولر؟ لو حصل في الهايلر لينف نود كازيشن مش ممكن تخرم البرونكس. هايلر يعني ايه؟ يعني في الهايلم يعني قريبه من برونك. طب لو خرمت البرونكس مش ممكن الكازيشن يتحرك في اليومن، يبقى كاناليكولر. يبقى ممكن يحصل كاناليكولر في الهايلر لينف نود لو عملت بريبريشن للمين برونك، يبقى ده ممكن يعني. يبقى كل انواع السبريد موجوده. في كلمه بس عايزكم تعرفوها وقلناها قبل كده وهاكد عليها تاني. لو حصل دايركت سبريد يا دكاتره حسب مكان الليمف نود تروح مكان ما تروح مش هتفرق معاك. انما في نقطه مهمه قوي، الليمف نودز بعد فتره بيبقوا سيباريتد ولا نيتد ولونهم ايه؟ اصفر. طب والليمف نودز معظمها في الجسم، السيرفايكال ليمف نود والسوبرفيشال ليمف نود سبكوتين. لو جه كميات من الكازيشن وبقوا ميتد واتجمعوا تحت الجلد هينفخوا الجلد فيعتقدوا انه ابسس. انما الابسس بيبقى سخن ولا سائع؟ الطبيعي سخن، انما هنا هيبقى يقوموا يسموه ايه؟ كولد ابسس. يبقى اذا الدايركت سبريد بيعمل حاجه اسمها كولد ابسس. والكلمه دي صح ولا غلط؟ لان هو ابسس ولا كازيشن؟ كازيشن. تجمع الكازيشن يعمل حاجه اسمها كولد ابسس. ده بالنسبه للتي بي اوف خلصنا كام يا دكاتره؟ خلصنا كام دلوقتي؟ الحمد لله قربنا اهو. نيجي للي بعده. عندنا تيبركلوز اوف ذا سكيت. كلمتين ياخدوا دقيقتين بالظبط. السؤال اللي ببدا بيه كل مره، التي بي في السكن برايمري ولا سكندري؟ الاثنين. طب جه للجلد برايمري ازاي؟ بالكونتاكت. طب وجه للجلد سكندري ازاي؟ كونتاكت برضه؟ ثاني مرة؟ لا. جه للجلد سكندري عن طريق البلاد. يبقى إذا عندنا نوعين من التي بي في الجلد. برايمري تي بي وسكندري تي بي. البرايمري تي بي جاي عن طريق الكونتاكت. كونتاكت الإيه؟ لمس إيه يعني؟ يجي أكتر في مين؟ في الجزارين ليه؟ اللي بيمسكوا اللحمة الملوثة. اللي فيها بس اللايف وما يقدرش يعرف الجزار، لازم يحتاج دكتور بتر يعرف ان كان البقره دي سليمه ولا مريض. ذبحها وبدا يتعامل مع اللحمه، وانتوا بتشوفوا الجزارين بيلبسوا جوانتيات وهم شغالين يقطعوا اللحم. مش الكلام ده غلط، في الكلام ده عندكم؟ يبقى هات الناس دول والله اشتغلوا لنا. الجزارين معظمهم بيتعاملوا مع اللحمه بير هاند، وبير هاند دي معناها ان في دايركت كونتاكت مع الميت. والدايركت كونتاكت مع الميت احنا قلنا ان ممكن يعمل سبريد عن طريق ترانسميشن عن طريق النوكليشن او الكونتاكت. يبقى اذا الكونتاكت وذ انفكتد. طب بيحصل للدكاتره؟ هو الدكاتره بيمسكوا لحمه نايه بايديهم؟ بيمسكوا عن طريق كونتاميشن مع الدريسنج او كونتامينيتد يعني ملوثه دريسنج كونتامينيتد دريسنج. يبقى هو عن طريق الكونتاكت اوف انفكتد ميت او كونتامينيتد دريسنج. سؤال بيجي لكم في الام سي كيو وبستغرب بلاقيكم بتجاوبوا اجابات غريبه قوي. اكثر مكان في الجلد فين؟ انه جلد؟ انه جلد؟ انه جلد؟ بتفكروا في ايه؟ جلد الايد.
يبقى اذا البرايمري تي بي يجي في في الهاند ولا في الفيس؟ ينفع يجي في الفيس؟ هيمسك في اللحمه ويبصها اكيد وناس بينزل في الفيس. طب جت فيس ازاي ما تتفادش؟ خلاص مفيش كلام. يبقى اذا الكورتك واكثر النص كومبوز دايت هو الهاند. طيب يجي دايما في الايدين. اللي جاي بعد كده كلام فاضي. ايه الباثولوجي بتاعنا؟ يلا نقلب. الباثولوجي ايه؟ ها باثولوجي كام نقطة؟ نقطة ولا نقطتين؟ ثلاث. ايه الثلاث نقط اللي تعرفوهم؟ تيوبركولاس فوكس، ليمفانجايتس، ليمفادينوم. الثلاثية اللي احنا عارفينها فيش يبقى مش أي حاجة جديدة في الموضوع. تيوبركولاس فوكس، ليمفانجايتس، ليمفادينوم. بص بقى معايا. الجديد كله في السكندري تي بي. العيان اللي بيجي له سكندري تي بي يا دكاترة بيجي له انتشار عن طريق الدم. وونس ان العيان حصل له سبريد عن طريق الدم ووصل لاطراف الاطراف، يعني وصل للجلد، معناها الاميونتي ايه؟ زفت. فتتوقع عدد التيوبركلز اخبارها ايه؟ كتير. وكميات الكازيشن اخبارها ايه؟ كتير. والجلد فيه بيثيليا ولا ما فيهوش؟ يعني يحصل مالتيبل التريش ويحصل مالتيبل هيلينج باي فايبروز. العيان ده بيبقى شكله كالتالي. بص بقى معايا. واكثر مكانه ما نعرفش ليه بيجي في الوش والرقبه. اللي عايزك تعرفه كلمتين بالظبط. العيانين دول يا دكاتره بيجي لهم عن طريق الدم في حالات لور دي اميونيتي، فيتحول البني ادم الى وحش مشوه، شكله وحش جدا. العيان ده هتلاقي عنده مالتيبل تيوبر في الوش وفي الرقبه، في الوجه. العيان دول ما بيعرفوش يتحركوا ولا يتعاملوا مع الناس، فيحصل لهم مشاكل سايكولوجيكال. يحصل مالتيبل تيوبر. والتيوبر في الدفاع كازيشن ولا ما فيهاش؟ والاكسبنسيف كازيشن. تقوم عامله ايه في الجلد؟ قرح. يحصل له مالتيبل التريشن. تخيل العيان ده، تخيل منظره قدامك، عيان عنده مجموعه من التيوبرز كتيره، قرح كتيره في الجلد لونها اصفر، وهذه القرح طبعا بعضها بينزل دم. القرح هيحصل لها هيلينج باي ايه؟ باي فايبروزز وسكارز كتيره جدا مشوهه مكرمشه الجلد. فايبروز بيكرمش جلد العيان ده، حتت عاليه تيوبر، حتت متاكله ألسر، حتت مكرمشه سكارز عند هيلينج باي فايبروزز. بيسموا هذا المريض الذي تشوه وجهه بيسموه لوبس. يعني ايه لوبس؟ لوبس يعني ايه؟ كلمة لوبس خدناها قبل كده؟ كلمة لوبس، لوبس يعني ايه؟ زئت، انا زئت. فالجاريز، يعني ايه فالجاريز؟ كلمة فالجاريز يعني ايه؟ هتعرف؟ فالجاريز يعني ايه؟ وحش، وحش في عينك. دي كام سنود هتكلفه؟ لوبس زئت، أو الزئبة. فالجارز، كلمة فالجارز معناها باللاتيني ريليتد تو ذا فيس، يعني فيشيال. أي مرض بيجي في الوش يقولوا عليه فالجارز. كان في حاجة مشهورة اسمها فالجارز برضه. عارفينها؟ أشهر مرض جلدي بيجي في الوش إيه؟ حاجة اسمها أكني. أكي في الأكني، إيه الأكني دي؟ بيسموها أكني فالجارز. فالجارز عند الصورة الجلدية معناها فيس. يبقى إذا لوبس فالجارز. يبقى تاني يا دكاترة، السكند ريسيوز سكين بيجي عن طريق الدم. يعمل مالتيبل تيوبر، مالتيبل ألسرز بعد كازيشن، هيلينج باي فايبروز وسكار. مشكلة العيان ده مش في التشوهات اللي في جلده بس. أمال مشكلته في إيه؟ الجلد ده يا دكاترة فيه كرونيك إريتيشن ولا أكيوت إريتيشن وهيخلص؟ كرونيك، بدليل إنه عمل سكار. التهيج المستمر للجلد للأسف بري كانسرس، يعني هيقلب بسرطان في الجلد في يوم ما. مشكلة اللوبس بلجاريس ذيس ديزيز از بريك اب. ده مشكلة التي بي اوف سكين كده. كل اللي بنقول ده الام سي صح. طيب خدنا كام واحد دلوقتي؟ الحمد لله يا سلام. عدي بقى. تيوبر كلوزز اوف ذا كيد. تي بي اوف ذا كيد. تي بي في الكيد. اصحوا بقى معايا وركزوا. بعد الكيدني طيارة إن شاء الله صاروخ شيء يا صنوع فيها شوية. الجيولوجي اوف تي بي اوف ذا كيدني. نركز مع بعض يا دكاترة. السؤال بيقول، السؤال بيقول للأذكياء فقط، كيف تصل التيوبركلوس باسيلاي إلى الكيدني؟ أولا هي برايمري ولا سكندري؟ ينفع يجي تي بي في الكيدني برايمري؟ لا، لأن البرايمري روت يا انهاليشن يا انجيشن يا كونت. الكيدني لا بتشم ولا بتشرب ولا بتتلم، ولذلك لن يحدث الا سكر. كويس قوي. يعني السيفير ليجنز في الكيدني سببها انها سكر. الكازيشن اخباره ايه؟ عالي. والتدمير في الكيدني اخباره ايه؟
كده دي بتبوظ بتبوظ بتتدمر توصل لدينا الفيليا في النهايه. القصه بتيجي ازاي؟ نبدا الاول بالايديولوجي. الايديولوجي جالها الباسيلاي منين؟ يبقى رقم واحد ايه؟ بلاد سبريد. طيب وفي طريقه كمان يبقى بلاد سبريد صح ادي واحد. وفي طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ يجي عن طريق مفيش الا سكه واحده للكدني مفتوح. عن طريق مين؟ اليوريتر. ماشي انا موافق. جالها عن طريق اليوريتر يعني كان فين؟ كان في البلادر وطلع لليوريتر. يبقى اسمه ascending ولا descending؟ ascending infection from the bladder. ascending infection from the bladder. حد معترض؟ هو اليورين بينزل ولا بيطلع؟ واليورين بينزل ولا بيطلع؟ بينزل. ازاي الانفكشن يطلع اذا كان اليورين بينزل؟ ايه رايك لو حصل عند العيان ده يوريثرال ستون؟ يعني ايه يوريثرال ستون؟ قسوه في مجرى البول في اليوريثرا. لما يجي العيان يعمل كونتراكشن للبلادر عشان يفضي البريشر اخباره ايه؟ يزيد. يقوم فاتح السفنكتر اللي هو الجزايتو يوريتيريس اللي ما بين البلادر واليوريثرا. يقوم دافع اليورين اللي فوق بتاعه. بيسموها يوريتيريك ريفلكس، ارتجاع في اليورين. وبتحصل عند بعض العيانين اللي عندهم مشكله في الصمام اللي ما بين اليوريتر والبلادر كونجنتال ديزيز. يعني بتحصل. انت مش عليك بتحصل ليه، انما عليك تعرف انها اسندنج. ما تستغربش عيانين بيحصل لهم الثلاثه. يبقى في اسندنج مع الاوبستراكشن ومع الكونجنتال ديزيز اوف ذا يوريتيريك فالف. ادي واحد. بعد ما اتكلمنا على الايديولوجي نخش رقم اثنين على الباثولوجي. ارجوك تركز معايا بقى مش تفهم القصه ايه. بص يا دكاتره، ادي الكدني اهي حاسينها كبير قوي عشان الناس اللي ورا يشوفوا معايا كويس. لازم تشوف الرسمه كويس. اللي بعد الكدني حاجه اسمها رينال بلب، واللي بعد البلب حاجه اسمها يوريتر اللي نازل ماسك في مين؟ في البلد. بص يا دكاتره، سمعتوا عن حاجه اسمها الرينال بيراميد؟ بيراميد اهرامات. الاهرامات ديت اي هرم في الدنيا ليه بيز وليه ايه؟ ايبك. السؤال بيقول اللي عايز يفكر، التيوبركولاس فوكس تبدا في الكدني بيزل ولا ايبيكال؟ ها مين بيقول بيزل؟ ما حدش. واحد بيقول بيزل ومين بيقول ايبيكال والباقيين ايه في النص؟ طيب اللي قال لي بيزل، بيزل ليه؟ ها عشان البلاد فيسل ضيقه، ابعد عن البلاد سبلاي الكتير. كل ما رحت للبيت كل ما البلاد سبلاي قل. جميل قوي. وهي فعلا مور كومن بيزل. وفسروا انها بيزل، ركز معايا، فسروا انها بيزل عشان ابعد عن البلاد سبلاي. طبعا النظريه دي فرحت مين؟ فرحت الراجل بتاع الايبكس اوف ذا لانج، فاكرينه؟ اللي كان بيقول لك ان التي بي بيجي في الايبكس في اللانج ثاني مره ليه؟ هو اكثر دم قليل. انما يا فرحه ما تم، وجدوا انها بتحصل برضه فين؟ في الايبكس. واتنسفت نظريه الدم القليل. موجوده بيزل وايبكال. اول ما اكتشفوها كانت بيزل، انما بعد كده لقوا ان في حالات تبقى ايبكال. يبقى اذا ما لهاش علاقه بالدم خالص. خلاص؟ يبقى اذا بيزل وريبكال. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ ركز معايا الان. الرسمه انا هغير فيها، انما انت مش هتعرف تغير فيها، انا هشطب وامسح وهغير، فعايزك تركز معايا. ايه اللي بيتكون في البيت او الايبكال؟ هو تي بيعمل ايه؟ تيوبركل. يبقى البيجيننج تيوبركل او مالتيبل تيوبركل في البيت اور ذا ايبكس. التيوبركلز بعد فتره بيحصل لها كازيش، ولان احنا سكندري فالكازيش اخباره ايه؟ كتير. ديستراكتيف ولا نوت ديستراكتيف؟ يدمر البارينكيما اوف كدني ولا ما يدمرهاش؟ يبقى المرحله الثانيه ان هذه التيوبركلز اندرجو كازيش، وهذا الكازيشن ليدنج تو ديستراكشن او دامج اوف ذا رينال بريد. هيبدا يدمر انسجه الكلى الداخليه، دمر الكليه من جوه. ماشي. واذا اتدمرت الكليه من جوه بالكازيشن يا دكاتره، هيقوم الكازيشن خارم الرينال بل، يقوم فاتح على حوض الكلى، ودي تبقى مصيبه، فتح البوابات بقى على حوض الكلى. This كازيشن open into رينال بل، يقوم فاتح على الرينال بل. المفروض ان الرينال بلبس والكدني ما بينهم فواصل، والاتصال ما بينهم عن طريق الكوليكتنج داكت، ما ينفعش تبقى مفتوحه واللي عايز ينزل ينزل. هنا الدنيا هتتفتح بسبب الاخرام بتاع الكازيشن. يبقى البدايه تيوبركلز عملت كازيشن ديستراكشن للرينال برينكيما اوفن ذا رينال بلف. اذا فتح على الرينال بلف هيحصل سبريد ثرو مين؟
سبريد ثرو مين يورس، فيحصل سبريد اوف كازيشن ثرو ذا يورس. فاذا نزل الكازيشن من الكدني هيسيب مكانه ايه؟ هيسيب مكانه ايه اللي هيبان بقى بالسونار بالالترا ساوند كافيتي؟ ليفنج الريجولار كافيتي، مش طبعا مفتوح، ليفنج الريجولار كافيتي. ماشي لحد دلوقتي كويس قوي. الكازيشن خلص خلاص، خلص الكازيشن بتاعه في الكليه وفضى هذا الكازيشن الى كافيتي وبدا ينزل في اليوريتر. الوحش في الموضوع ايه؟ اليوريتر يا دكاتره في النهايه بتاعته واسع ولا ضيق؟ خاصه عند الفيتال اوريفيس عند فتحه البلازما. فيوريتر ضيق مع حتت جبنه، خلي بالك الكازيشن ده ميه ولا تشيزي ماتيريال، يسد ولا ما يسدش؟ يقوم عامل انفكشن في اليوريتر ويحصل يوريتريك اوبستراكشن. يبقى الخطوه المرحله اللي بعد كده يوريتريك اوبستراكشن. كمل لي انت ايه اللي هيحصل؟ تتوقع ايه اللي هيحصل؟ لو حصل يوريتريك اوبستراكشن يا دكاتره، الكدني هتبطل تعمل ميه، هتبطل تعمل يوريشن، مش هتبطل، بس هل الميه هتنزل؟ مش هتنزل. تقوم الكدني تتنفخ بالميه، واذا اتنفخت الكدني بالميه امتزجت الميه مع الكازيشن. يعني النهايه بتاعتنا يا دكاتره الكدني هتبقى بالمنظر ده، ضخمه جدا كبيره جدا مليانه يورين، وهذا اليورين مزيج ما بين اليورين والكازيشن. القصه دي بيسموها ايه؟ ركز معايا في الاسم لان مهم قوي. بيسموها بايونيفروزيس. بيسموها ايه يا دكاتره؟ بايونيفروز، يعني حصل دايليتد بلفيك كاليسيلسس بايونيفروز. يبقى نقول القصه من اولها تاني ونرجع لحته بايونيفروز. بدايه القصه بدات فين؟ في الايد او الايد على شكل تيوبركس، ولان احنا السكندري فالتيوبركس اللي حصل لها سيفير كازيشن عملت ايه في الرينال باريشيما؟ ديستراكشن، وفتحت على مين؟ opens into renal pelvis leaving irregular cavity وحصل spread through urine لأضيق منطقة، فحصل ureteric followed by ureteric obstruction. هذا ال obstruction leading to pyonephrosis. ما تقول لنا الحدوتة تاني كده يا عم، قلتها ثلاث مرات، قولوها البنات هيقولوا عشان انتوا نايمين، خليكم نايمين والبنات هم اللي صاحيين، اطلعوا في الاخر الاول وانتوكوا على دماغكم. يلا يا بنات، البدايه كانت ايه؟ تيوبركل. فين التيوبركل؟ في البيت او الايدس. والتيوبركلز عمل حصل لها كاسيش، عمل في الرينال برينكما ديستراكشن، اوبنز انتو رينال بلفيس ليفنج الريجولار كافيتي، وحصل سبريد انتو يوريتر، وحصل يوريتريك اوبستراكشن ليفنج تو بايو نيفروز، تضخم في الكلى وحوض الكلى مليان كاسيش. اقولها رابع مره؟ طب ما احنا قلناها اربع مرات اهو. بتبقى القصه يوبركلز في البيت والايد، عطى الله كاسيش. خلصتوا معاه وخلصتوا وسمعتوا وقلتوا نايمين. حصل كاسيشن عمل ديستراكشن اوف ذا رينال بارينكيما اوبن انتو رينال بلفيس leaving irregular cavity spreading through the ureter leading to ureteric obstruction leading to hydro and pyonephrosis. قاعدين في الكتاب شرط كلمة pyonephrosis، كلمة صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط، لأن بايو معناها فاس، فلازم يقولوا عليها تيوبيركولاس بايونس تصحيحا لهذا الميس نو مرة. يلا نقلب كومبليكيشن في الكيس، يلا نقلب كومبليكيشن في الكيس، يلا ده تمام كومبليكيشن في الكيس. وده كده على فكره بتنزل سؤال لوحدها بخمس درجات، كومبليكيشنز اوف تي بي اوف ذا كيس. التي بي في الكدني يا دكاتره، اولا بس في نقطه صغيره بتسالوها احيانا في الشفوي، بعدين سؤال في الشفوي يقول لك هو التي بي في الكدني يجي سنجل فوكس ولا مالتيبل فوسايل؟ بدايته يبدا سنجل ولا مالتيبل فوسايل؟ يلخبطك، يلخبطك عشان انت تقول له ايه؟ تقول له مالتيبل، او واحد تاني يقول له ايه؟ سنجل، وانتوا الاثنين غلط، لان هو ممكن يبقى سنجل اور مالتيبل كده او كده، على حسب ايه؟ على حسب طريقه الانفكشن. لو جاي عن طريق الدم يبقى مصر، لو جاي عن طريق اليوريتر يبقى بس خلاص، يبقى اذا هو ممكن يبقى
corruption. The complication is that significant. يلا نقل. طنبة واحد، طنبة اثنين، طنبة ثلاثة. أول طنبة طنبة إيه؟ أول طنبة طنبة إيه؟ تي بي. ما تكتبوش، اكتب طنبة تي بي. خلاص؟ طنبة تي بي وبعتبها في الامتحان. الطنبة الثانية طنبة إيه؟ طنبة إسبريس. دايركت ليمفاتيك كالانيكولار الكلام ده كله. الطنبة الثالثة طنبة كدني. يعني إيه طنبة كدني؟ الأمراض المزمنة في الكدني تؤدي إلى الأمراض المزمنة في الكدني تؤدي إلى رينال فيلير فشل كلوي. سؤال، لو الكدني فشلت في أداء وظيفتها ضغط العيان يعلى ولا يقل؟ في علاقة ما بين الكدني والضغط؟ إيه العلاقة؟ العلاقة هو الرينال. الكدني إذا باظت مين اللي بيعلى؟ رينال. انجيوتنسين، انجيوتنسينوجين فازو بريسور يعمل ايه في البلد؟ هايبر تنشن. يعني عيانين الرينال فيلير ضغطهم اخباره ايه؟ عالي. يبقى ضمت كدني، اي كدني يا دكاتره اند ستيج رينال ديزيز يبقى رينال فيلير. اي كدني بعدين اي كدني في مرحله متاخره يبقى باظ، واذا باظ يبقى عنده هايبر تنشن. هنزود حاجه كمان، احنا قلنا الكازيشن كتير ولا قليل؟ وطالما كتير يخرم بلاد فيسل ولا ما يخرمش، واذا خرم بلاد فيسل ينزل دم. نزول الدم في البول لو ما حصلش اوبستراكشن، نزول الدم في البول يبقى اسمه ايه؟ هيماتوريا. زود عليها هيماتوريا، يبقى نزود عليها هيماتوريا. يبقى الصمب الكدني والصمبتين اللي فاتوا تي بي وستريس. تي بي لذيذ وفهم وجميل ومن اطرف المواضيع لانه بيتالف. بيتالف. خلصنا كام؟ الحمد لله في الباب الكبير وما باقي الا الاكل. تي بي اوف ذا بول يا دكاتره، تيبركلوزس في العظم. اسمع معايا الكلام اللي جاي كله الام سي كيو فقط لا غير، ما عدا اخر حته بس ممكن كده. تي بي في العظم يا دكاتره، بعدين يجي اكتر في اللونج بون اكتر ما يجي في الشورت بون. هو انتوا تعرفوا الفرق ما بين اللونج بون والشورت بون؟ طب ما تدوني مثال على لونج بون. سيب ماشي. العظم الطويل يا دكاترة خاصة، ركز بقى الحتة دي واشوفها مين ومش فاهمين. يجي في اللونج بون فيشيالي البارت اللي في الطرف اللي هو اسمه ايه؟ اللي في الطرف اسمه ايه؟ ابيفيزيال. خلاص؟ بس الابيفيزيال ده في الأطفال ولا في الكبار؟ في الاثنين. انما الميتافيسيس موجود في مين؟ في الاطفال بس. الكبار عندهم ميتافيسيس لان حصل له ايه؟ كلوج فاسيفيكيشن. يبقى دايما يجي في الام اوف لونج بون. احفظ بس الكلمه دي في الام سي كيو. وبعدين ام اوف لونج بون اشمعنى في اطراف العظم؟ ليه في الام اوف لونج بون ده؟ طب اشمعنى يعني؟ ليه في اطراف العظم؟ نسال سؤال، طب هو جه للعظم ازاي؟ عن طريق البلد. واكثر منطقه فيها بلد فيسل مين؟ الله، يبقى العكس ده بقى. هو وصل للعظم عن طريق الدم، طب والدم دخل للعظم فين؟ اكثر اماكن فيها بلد فيسل زي الاطراف، يعني دخل للعظم في اطرافها فحصل في اطرافها. ده انت نسخت نظريه ايه؟ الراجل بتاع الايبي. يعني معناها ان هو جه عن طريق الدم فتكون هنا. يبقى اذا حسب اذا نظريه الايبكس والكلام ده، عشان انا قلت لكم من الاول خالص ده كلام فاضي، خلاص؟ مش علاقه بالدم خالص. الدم كتير في مكان ما يجيب تي بي اكتر، يجيب تي بي اكتر، خلاص؟ يبقى اذا التي بي بيحصل اكتر في الايبكس او في الهيلز اوف لونج بون. عايزك تعرف ثلاث كلمات بالظبط. بص يا دكاتره، ثلاث كلمات. تي بي لما بيجي في العظم بيعمل ايه؟ تي بي هيجي في العظم يعمل ايه؟ تي بي بيجي في اي حته في الدنيا بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ تيوبرتل. طيب يعمل تيوبرتل في اطراف العظم. ركز معايا. والتيوبركلز ولانه سكندري جاي من الدم يبقى فيه كازيشن ولا مفيش؟ ويقوم عامل اكستنسيف كازيشن. تخيل معايا عظمه استبدلت بقطعه من الجبن، ده لوحده يفتت العظم. لو حصل كازيشن بس يكسر العظم. يبقى تيوبركلز وذ كازيشن. مش بس كده، العظمه يا دكاتره اذا اتكسرت تسحب كالسيوم ولا تطرد كالسيوم؟ تطرد كالسيوم، يعني يحصل دي كالسيوم وده لوحده يكسر العظم. يبقى اذا النقطه الثانيه والحاصل في العظمه دي كالسيفيكيشن. العظمه اذا اتكسرت
يطلع منها كالسيوم عضلي. وده يعمل دي ما بيحصلش بروبر مينرايزيشن للجوف في الحالات دي. لحد دلوقتي كام سواء بيكسر العظمه؟ اثنين كالسيشن ودي كالسيشن ثلاثه. العظمه هتحاول تعمل هيلنج. بيبدا فاكرين الهيلنج وبون فراكشر؟ بيبدا عن طريق حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو اللي هو بيعمل سوفت كلر. الجرانيوليشن تيشو ده سوفت ولا هارد؟ وده لوحده يقطم العظم ويحصل اكسسيف جرانيوليشن تيشو ولن يكتمل. ليه مش هيكتمل؟ ما هو عشان الجرانيوليشن تيشو يكتمل ويعمل فايبروز وكالسيفيكيشن لازم يكون الكالسيشن ايه؟ اتعالج. وهنا الكالسيشن هيروح مش هيحصل درينج لان انت في عظمه منطقه مقفوله. يبقى يحصل جرانيوليشن تيشو دي كالسيفيكيشن كالسيشن. السؤال اللي بتسالوه ما ينفعش تغلط، العظمه دي يحصل لها باثولوجيكال فراكشر ولا ما يحصلهاش؟ لسبب واحد ولا لسببين؟ ثلاث اسباب. مصير هذه العظمه كسر مرضي مش تروماتيك فراكشر، ده باثولوجيكال فراكشر. ايه الفرق ما بين كلمه تروماتيك فراكشر وباثولوجيكال فراكشر؟ تروماتيك فراكشر يعني حصل تروما ادت الى كسر العظم، يعني تتكسر متحركه ولا ثابته؟ مخبوط مش علاقه. انما باثولوجيكال فراكشر ان شاء الله والعيان نايم هتلاقي العظم بتتفتت وتتكسر، لان ملهاش علاقه بالتروما. يبقى العظمه دي مصيرها باثولوجيكال فراكشر. ده بالنسبه للسي بي او ذا لونج بون. نيجي للسي بي او ذا فيرتيبرال كولم. ده نخش بقى في حته خطيره قوي. دي بي اوف ذا فيرتيبرال كول. صحصحوا معايا ده كده. عايزك تتخيل. ركز معايا بقى، دخلنا في حته خطر. الموضوع ده في اي بي. فيرتيبرال كولون في اي بي اللي فات كله الام سي كيو على الفاينل ده في اي بي بطل. فاينل في اي بي. وهذا المرض في اي بي. اذا حصل تي بي في العمود الفقري اللي هو عظم وما بين العظم ديسك، الديسك دي عباره عن ايه؟ كارتش. هيحصل تدمير للعظم والكارتش ويستبدل عظم الانسان اللي صالب طوله بقطع تشبه الجبن. البني ادم ده بيحصل له تشوهات مزمنه لان العمود الفقري هيقع، مفيش حاجه بتتهز، وطول عمره هيتنيه واقع وملوش حل. ثانيا هيحصل ضغط على السباينال كورد يعمل شلل نصف. ثالثا ينتشر الابسس في مناطق خطيره او الكازيشن الكورد ابسس في مناطق خطيره لان انت غالبا ورا في ستراكشرز مهمه. المرض ده نظرا لاهميته وخطورته سموه باسم اول من وصفه، واللي وصفه كان عالم اسمه بوت. اسمه ايه؟ فسموا هذا المرض بوت ديزيز. ما ينفعش تغلط في كلمة بوتس ديزيز. بوتس ديزيز يعني تي بي اوف ذا لونج بون ولا تي بي اوف ذا فيرتيبرال كولم؟ تي بي اوف ذا فيرتيبرال كولم. نبدأ الحكاية بتاعتنا بالإيتيولوجي. التي بي جه للفيرتيبرال كولم ازاي؟ بالشم ولا بالأكل ولا باللمس؟ الشم ولا بالأكل ولا باللمس؟ ولا واحدة من دول. جه عن طريق؟ ملوش إلا سكة واحدة، جه عن طريق مين؟ البلاد. يبقى إذا الانتشار عن طريق الدم. ولذلك هو سكندري ولا برايمري؟ كازيشن كتير ولا قليل؟ الاستراكشن عالي ولا مش عالي؟ بيدمر الفيرتيبرال كور. يبقى اذا الايديولوجي بلس سبريد. النقطه رقم اثنين عشان الام سي كيو بتسالوا فيها السايت. ايه انواع الفيرتيبر اللي تعرفوها؟ ما هي انواع الفيرتيبر اللي درستوها في الاناتومي؟ سيرفايكال، ثوراتيك، لمبر، ساكرال، كوكسجين. اكثر مكان بيجي فيه، ركز بقى، شوف المكان فين. يجي في اللور ثوراتيك ابر لمبر. lower thoracic upper lumbar. ايه اهميه المنطقه دي؟ حد عارف؟ غير كده ليها اهميه فيزيكال. اهميتها انها اكثر منطقه بتريزيت بالبريشر، اكثر منطقه شايله جسمك، اكثر منطقه عليها ويت بيرنج لما تبقى واقف. المنطقه دي يا دكاتره اللي هي اللور thoracic او الابر لمبر ذا موست كومن سايت. اخر فقرات صدريه واعلى لمبر. خاصة ال1، تيجي عند ال1 بس. يبقى اذا الموست كومن تايب لور ثوراتيك ابر لمبر سبيشالي ال1. طيب ايه القصه بقى؟ الباثولوجي ما فيهوش كلام جديد لان الباثولوجي معروف. الباثولوجي التي بي يبدا في الفيرتبري على شكل ايه؟ تيوبركلس فوق او تيوبركلس او جرانوما او وات ايفر. كازيشن كتير ولا قليل؟ يبقى اذا البدايه تيوبركلس كوكس اور فوسايل ليدنج تو كازيش او بيحصل معاك كالديشن ليدنج تو ديستراكشن اوف. تدمير للعظمه ولا للكارتلج؟ بوث. يقوم مدمر العظمه والكارتلج. يبقى اقول تاني، بيبدا الليجن از تيوبركل فولود باي كالديشن
leading to destruction of the intervertebral disc, the cartilage and the vertebral body. الفترة نفسها العضلة والكارتلج اللي ما بينها. تقول لي ومالك متك قوي عليه؟ ركز معايا في اللي هقوله لك دلوقتي. حتى بقى أهمية الحتة دي بقى ليه موضوعنا في اي بي. العيان اللي عنده تدمير في فقرات من ورا وفي الكارتلج اللي ما بينهم، أول ما يحس بيه في بدايات التدمير يحس بيه. هيجي يشتكي من ايه؟ يشتكي من ايه؟ وجع في ظهره. هيبقى عنده باك ايه؟ في البداية باك ايه؟ ألم في الظهر. الكلام ده مش يعني افهم بس القصه، ما تكتبش كلام. وهيروح يكشف عند دكتور عظام، ودكتور العظام ده هيعمل زي ما الكتاب بيقول، واحد يقول اه يا ظهري، نطلب منه ايه؟ اكس راي على الباك، اعمل اكس راي على الباك، ويقوم باصص في نتيجه الاشعه فيجد تدمير في الفيرتبرال بودز اند فيرتبرال ديسك، يبان اه بيبان. اذا كان الدكتور ده مش فاهم حاجه ومش مذاكر الحصه دي كويس، فممكن يلتبس عليه هذا الامر مع ميتاستاتيك تيومر للفيرتبرال كولن. مع ايه؟ ميتاستاتيك تيومر، لان السرطان بينتشر برضه للعظم. يقوم قايل للعيان في تدمير في الفقرات وكل شيء اسمه ونظيف وكله بامر الله، انت عندك سرطان ولازم نعالج السرطان. يعملوا ايه مع العيان ده في هذه الحاله؟ يعملوا ايه؟ يشيلوا الفقرات؟ يعملوا ايه؟ يعرضوا هذا المريض لراديو ثيرابي وكيمو ثيرابي وهو مش محتاج، فيحصل للعيان مشاكل كومبليكيشنز خطيره بسبب الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، ويسبرس الاميونيتي. خلي بالك لان علاج السرطان بيسبرس الاميونيتي، فيحصل مور ديستراكشن. خسر بقى ولا هيزيد المرض؟ هيزيد. يحصل مور ديستراكشن اوف ذا فيرتبرال كولم، وينتهي القصه بشلل نصفي، والعيان ده يا دكاتره يحصل له ديفورميتيز مزمنه. عشان كده بنقول وبنحط تحتها 100 خط، السرطان يا دكاترة ما بيكسرش الكارتليج. أقولها تاني، السرطان يا دكاترة ما بيكسرش الكارتليج، إنما التي بي بيكسر الكارتليج. ولذلك حط تحت انتر فيرتبرال ديسك 100 خط، وبتكتب في الام سي كيو في الكي جي. عيان عنده ديستراكشن اوف ذا انتر فيرتبرال ديسك مع الفيرتبرال بودي يساوي تي بي ولا سرطان؟ يبقى تي بي. يعني التي بي كسر كله، السرطان ما يكسرش كله. ليه؟ هنعرف لما ناخد السرطان ان شاء الله. ده بالنسبه للباثولوجيا ده. يلا نحلل كومبليكيشن. يلا نحلل كومبليكيشن. طمبه واحد، طمبه اثنين، طمبه ثلاثه. يلا ايه اللي في طمبه واحد؟ طمبه ايه؟ هي الحلاوه دي. طمبه تي بي. والطمبه الثانيه؟ طمبه سبريد. والطمبه الثالثه؟ طمبه فيرتبرال كولون. يعني ايه طمبه فيرتبرال كولون؟ اولا الصمب التي بي فايبروزس كالسيفيكيشن امايلويدوز كالفاتنس باسيلر. صمب السبريد هنشيل واحد من السبريد، نشيل مين؟ بعدين في دايركت سبريد، في دايركت سبريد، في دايركت سبريد ولا مفيش؟ في طب في لمفاتيك سبريد انسيجنيفيكانت، قليل. ليه؟ عشان ده سكن برايمري. في بلاد سبريد كتير ولا قليل؟ كتير. في كاناليكولار سبريد، وفي كنالز ورا في الضغط. ما عنديش انا كنالز عن نفسي، عندكم كنالز ورا؟ مفيش كنالز، ولذلك مفيش كنالز، يبقى مفيش كناليكولار سبريد. ايه صمت الفيرتبرال كولم بقى؟ ركز بقى معايا. فيرتبرال ديزيز او فيرتبرال كومبليكيشن. ايه الفيرتبرال كومبليكيشن؟ العمود الفقري اذا اتضرب يبقى صالب طول ولا يقع؟ يعني يحصل تشوهات، تشوهات يعني بريفيرسنت ديفورم. يبقى اول مشكله لتدمير الفقرات ديفورم، تشوهات. ركز معايا للناس اللي عايزه تفهم. التشوهات تحصل ازاي؟ العمود الفقري عشان يقع في ثلاث احتمالات للسقوط، سقوط امامي، سقوط خلفي، سقوط جانبي، صح؟ في واحد ما ينفعش يحصل. مين؟ يقع قدام ولا ورا ولا للجنب؟ مين اللي ما ينفعش يحصل؟ ما ينفعش يقع ورا. عمرك شفت واحد مقسم كده؟ في كده؟ ليه؟ لا مش فوق ولا حاجه. ليه ما ينفعش التقسيمه تيجي ورا؟ لان ورا يا دكاتره في حاجه اسمها سباينال بروسيسز. في عظم طالع من ورا، يوم لو جلع الفقرات جت تقع، هو البودي بتتضرب. بس في ورا لو انت فاكر في عندك بروسيسز بالمنظر ده، هيقوم جايين مثبتين الفرتبرا فوق، عمره ما يقع لورا. انما ممكن يقع لقدام او يقع لايه؟ للجنب. اذا وقع لقدام العيان طول عمره يبقى مقسف بالمنظر ده. المشكله دي بيسموها ايه؟ كي فوز. سموها ايه؟ كي فوز. كلمة كي فوز
واحنا قلنا مقسم واقع لقدام ولا واقع لورا؟ طب بص بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها باكورد بند. بيقولوا عليها ايه؟ باكورد بند. يعني ايه؟ هو واقع قدام بس الثانيه فين؟ ورا. يبقى الثانيه يبقى الكيفوزز هو باكورد بند. اوعى تتخيل ان واقع لورا، لا انا قلت لكم ما ينفعش واقع لورا. هو واقع لقدام باكورد بند. بند ثانيه او بند. ماشي. يبقى اذا ده الكيفوز. طيب ينفع العيان يقع للجنب؟ اه قوي قوي. اذا وقع للجنب اسمها ايه؟ كوليوز لاترال بند. لاترال يبقى في باك وورد بند مقتل لورا، او لاترال بند جانبي. فممكن يحصل الكوليوز. طيب امتى يحصل ده وامتى يحصل ده؟ امتى يحصل كيفوز وامتى يحصل الكوليوز؟ لو حصل تاكل في البرتبرا البادي من قدام يقع ازاي؟ لقدام. واذا حصل تاكل من الجنب حسب المكان اللي فيه ترانزيشن اصلا. طب سؤال، ينفع يحصل كيفوزز يقع قدام مع الجنب؟ ده مش عارف امثلها طبعا. هو واقع كده وكده في نفس الوقت يحصل ده وده، يسموها ايه؟ كيفوز كوليوز. يبقى كيفوز كوليوز وكيفوز كوليوز، هي دي التشوهات اللي بتحصل في هذه الحاله. كيفوز وكوليوز وكيفوز كوليوز، يعني واقع للجنب والقدام، ده التشوهات. طيب اثنين، العيان ده يصوت من الوجع ولا ما يصوتش؟ ليه العيان بيصوت من الوجع؟ في الم ليه؟ عشان في كومبريشن على مين؟ على السباينال نيرف. انا قلت سباينال كورد على السباينال نيرف، يقوم عامل سيفير كده. فالعيان ده ممكن يحصل له حاجه اسمها نيوروجينيك شوك. ما سمعتوش عنها قبل كده؟ نيوروجينيك شوك، اغماء بسبب الالم الفظيع. يبقى يحصل فين؟ لو حصل كومبريشن على السباينال نيرف. النقطة رقم ثلاثة، أمال لو حصل كومبريشن على السباينال كورد بقى؟ ده الموضوع مش موضوع فين؟ كل ما تحت المكان المصاب بيحصل له إيه؟ باراليسيس. يسموها هيميبليجيا ولا بارابليجيا؟ هو إيه الفرق؟ هيميبليجيا نص يمين أو شمال، إنما بارابليجيا نص اللي تحت. يبقى يحصل له بارابليجيا. يبقى العين يحصل له بارابليجيا. ايه سبب البارابليجيا؟ ايه سبب البارابليجيا؟ سبب حاجتين. السبب الاولاني ان بيحصل كومبريشن على السباينال كورد، والسبب الثاني البلاد فيسلز في حالات التي بي واسعه ولا اندرترايتس؟ يعني في بلاد سبلاي واصل السباينال كورد؟ مفيش. يبقى اذا السبب حاجتين، ليه بيحصل شلل؟ بسبب الضغط وبسبب قفله البلاد فيسل. الضغط كومبريشن، قفله البلاد فيسل اند ارترايتس. النقطة الرابعة والأخيرة يا دكاترة في الكومبليكيشن بتاع الفيرتبرا كومبليكيشن، الكازيشن الجمع هيحصل له درينج؟ هينزل زي ما كان بينزل في الكدني؟ هينزل هيطلع زي ما كان بيطلع في اللنج؟ هيقوم يتجمع في الجسم، وإذا اتجمع في الجسم يبقى اسمه إيه؟ كولد أبسس. يبقى اسمه كولد أبسس. بص يا دكاترة، أماكن الكولد أبسس اعرفوها عشان الام سي كيو. اكثر مكان بيحصل فيه كولد اسيد لمبر ولا ثوراسيك ولا سيرفايكال؟ اكثر مكان سيرفايكال ولا ثوراسيك ولا لمبر؟ اكثر مكان ايه؟ لمبر واحد ولا لمبر. الموست كومون سايت هو اللمبر، بس ممكن يحصل ثوراسيك ابيض، وفي حالات قليله ممكن يحصل سيرفايكال ابيض. طب الاماكن فين؟ احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في دكاتره جراحين قلبهم جامد قوي. هو معلش اللي قلبه جامد قوي في الجراحه ده بيسمى ارعن. يسمى ايه؟ ار. يعني ايه ارعن؟ يعني متهور وغبي. لو واحد فكر، لو واحد جراح فكر في موضوع كولد ابسس ده، ولا لك انا ريت كولد ابسس وضغط على السباينال كور، طب ما يلا نشفط، يلا نشفط، هيخش له ازاي؟ بص لاماكن، عشان اصل الكلام ده بيحصل. في جراحين في مصر قلبهم بيقول لك انا افوت في الحديد وموت العيان. اماكن التجمع لازم تحفظوها. السيرفايكال، لو حصل السيرفايكال فيرتبري اتكسرت وتجمع الكازيشن، هيتجمع ريترو فارنجيال. جمع فين؟ ريترو فارنجيال، يعني ورا الفرج. ورا الفرج، مين بقى دكتور الطرزان اللي هيخش يطلع كازيشن من ورا الفرج؟ منطقه ملغومه بيفتح في الرقبه، يبقى لو كان خطير ما تقربش منه. العيان ده سيبه يموت، ولا انك تتدخل وتخرج الكازيشن، لان ولا مش هيخرج وانت اللي هتموته. يبقى اذا السيرفايكال اريا بيتجمع ريترو فارنج، مكان خطير جدا. اثنين،
طب ما تيجي نشوف الثوراسيك يمكن نعرف نشد. الثوراسيك يا دكاتره يتجمع في البوستيريور ميديال سباينال. فين بوستيريور ميديال سباينال؟ ايه اهم ستراكشر في الميديال سباينال؟ ايه اهم ستراكشر؟ القلب. طب عشان توصل للبوستير لازم تعمل ايه؟ شيل العده كلها بقى، شيل اللنج وشيل القلب وابدا فصلي ورجعهم له تاني. ما ينفعش، يبقى ثوراسيك مكانه خطير. اللمبر بيتجمع في منطقه دي اللي ممكن حد يعملها، بس لازم يكون محترف برضه، مش اي حد يعملها. اللمبر الوحيد اللي ممكن يتشفط او يتشال، لان بيتجمع في منطقه اسمها الصوة شيث. سمعت عن الصوة شيث؟ ايه الاورجن المرتبط بالصوة شيث؟ ايه الاورجن المرتبط بالصوة شيث؟ ها؟ صوة شيث اليوريتر. يعني وانت بتفتح بالشيث ممكن تقوم جاي قاطع مين؟ اليوريتر. ايه رايكم لو اليوريتر اتقطع يعملوا فيه ايه؟ يعملوا فيه ايه؟ خيطوه؟ يوريتر اللي كانت بتخيط؟ لا، لو اتقطع بيسيبوه مقطوع ويشيل الكليه وركب كليه ثانيه. خلاص، وصلها عن طريق حاجه اسمها سبانال كوندوم، جيب حته من التست نعملها له بقى، قصه كبيره كده. المهم ان كلها اماكن خطيره، التدخل الجراحي فيها خطير. خلاص يا دكاتره؟ خلاص خلصنا. باقي كام؟ باقي 2. عندنا موضوع اسمه اي بي يوكنترول وتسيير ناس. اي بي تسيير ناس، بصوا الشباب هقسم لكم الواد ده الطفل الجميل النور اللي هقسمه ده، ممكن تكونوا شفتوا الشكل ده قبل كده. شفتوا العيال دول قبل كده؟ دول فين؟ بغض النظر عن افلام الكرتون وإليانز والكائنات الفضائيه، ده يا دكاتره تغير بيحصل في العيال الصغيره اللي بيزيد عندهم السي اس اف في دماغهم، يقوم ضاغط على السكال نافخها، فالعيل يبقى دماغه كبيره انما اكشولي لما هيكبر يبقى دماغه قد كده اهو، لان هيحصل له منتال ريتارديشن، هي كبيره على الفاضي ما تجربش الحجم، هيحصل له تخلف عقلي، لان الدماغ دي مضغوط عليها السي اس اف. ايه هو السي اس اف؟ ايه هو السي اس اف؟ الفلويد بتاع المينينجيز اللي هو السيريبرو سباينال فلويد. هذا المرض اسمه هيدروكيفالاس. اسمه ايه؟ هيدروكيفالاس، في ناس الانجليزي سواء هيدروكيفالاس وات ايفر. السي ان اس يا دكاتره، السي بي واصله للسي ان اس. اتوقع ان السي بي واصله للسي ان اس، المناعه اخبارها ايه؟ المناعه اخبارها ايه؟ زب. عيال صغيرين ولا كبار؟ معظمهم ايه؟ شيلدرن. يجي في البرين نفسه ولا في المينينجيز؟ في الاثنين. هو في حاجه بتوقف الباسيلايت ان شاء الله تضرب في البرين، ولذلك السي بي في السي ان اس ممكن يبقى في البرين نفسه برين. خلي بالك احنا بنتكلم على مخ فيه جرانيولوم، مخ بني ادم فيه جرانيولوم، او يجي في المننجي. طيب البرين يا دكاتره كلمه واحده بس، والله كلمه وما هزود عنها، كلمه بس، كلمه بمليون جنيه لانها بتساوي حياه بني ادم. الكلمه اللي في البرين حاجه اسمها تيوبركلوما بس. اعرف الكلمه دي. يعني ايه كلمه تيوبركلوما؟ قصتها ايه؟ اولا اوما معناها ايه؟ تيومر. هو ده تيومر؟ ده مش تيومر، ده انفكشن، ده تي بي. دكاتره الباثولوجي عشان يخدعوا دكاتره المخ والاعصاب راحوا قايلين تيوبركلوما. طب واحنا بنخدع بعض ليه؟ ان شاء الله لما يبقى حد فيكم يتخصص جراح مخ واعصاب. انت ربنا يوفقك. بيتعاملوا جراحين المخ والاعصاب بيتعاملوا مع مشاكل فيري سيفير، يتعامل مع سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، مع فاسكولار ديزيزز، مع انيوريزم في البرين، مع تيومرز في البرين، مع مالجنسي، مع مصايب كبيره. معظم الناس اللي بتحضر مخ واعصاب ما بيذاكروش الحاجات التافهه الانفكشن. فعشان دكاتره الباثولوجي يلفتوا انتباه هؤلاء الدكاتره قالوا لهم خدوا بالكم، ده في تيومر بيطلع في البرين اسمه ايه؟ تيوبركلوما، وهتلاقوه مكتوب في الشابتر بتاع تيومرز في السي ان اس.
عند الناس بتوع مخ والاعصاب هم. بس خدوا بالكم هذا التيومر مش تيوم ضحكنا عليه وضافلها ايه تي بي. يقوموا يقروه ويكتشفوا ان هو تي بي بنلفت انتباههم لحاجه اصل هو مش هياخد باله الا من تيومر. ليه بنعمل القصه دي؟ ليه؟ لان جراح المخ والاعصاب هيجي الطفل ده اول ما يشتكي يبدا يحصل له كونفالجن تشنجات ويقع ونوبات عصبيه. طبعا زي كل العيال اللي بيحصلهم الكلام ده يروح عند دكتور زيكم كده اول ما يتخرج يقول له عندك كهرباء في المخ. عندك ايه؟ كهرباء ابيليبسي. ماشي. الموضوع يزيد مع علاج الابيليبسي وما بيخفش لحد ما يروح لواحد ثاني يقول له اعمل اشعه مقطعيه على المخ. سيت سكان. الاشعه المقطعيه هتبين فوكس في البرين. تبين ايه؟ فوكس في البرين. تكبر ولا تصغر؟ بتكبر لان التي بي بيحصل له كازيش وعمال يكبر. الفوكس في البرين لا يمكن تمييز التي بي عن التيومر لان الاثنين فيهم نكروز. فيعرضها على جراح مخ واعصاب يقول لي يا ام والله بس يعني قضاء وقدر ده ورم ترى ابنك عنده سرطان ولازم نتدخل جراحيا. يتدخلوا جراحيا ازاي؟ وفي حد بيلعب في البرين؟ ما يلعبش في البرين الا جراح المخ والاعصاب. يقوم جاي داخل للبرين طبعا اذا دخل بطريقه سليم ده على افتراض انه ما عورش حاجه وهو داخل ما قابلش اي حاجه وهو داخل. ويقوم جاي داخل في البرين وجاي واخد جزء هذا الجزء التيومر بسيفتي مارجن. عارف يعني ايه سيفتي مارجن؟ يعني ياخد حته من السليم. ليه بيعملوا كده في السرطان؟ لان ما بيشوفش خلايا، جاي تكون في خلايا راشعه في اي حته فياخد يبقى شال الجزء ده وشال جزء من المنطقه السليمه. الانفكشن يا دكاتره لو اتشال جراحيا يتعالج ولا ينتشر؟ ده بس اللاين ده بكتيريا. يوم يرجع للطفل الانفكشن تاني في نفس المكان باحجام اكبر ويكون الجراح واخد من مخه حته. طب العمليه تاني مره هيعمل ايه؟ ولذلك بلفت انتباه الجراحين خدوا بالكم العيل ده ما تفتحش دماغه. العيل ده ادوله سيستميك انتي بايوتكس هيخف. العيال دول لان هيحصل هيلينج باي جلايوز بعد كده. فبنلفت الانتباه لهذه النقطه الخطيره كل اهميتها في الطب. مس دايجنوز از مالجنت تيوم. مس دايجنوز از مالجنت تيوم. طيب تقول لي طب هو كان يعرف منين؟ لو انتوا حد فيكم جراح مخ واعصاب تعرف منين ان دي تيوبركلوما ما هياش مالجنت تيومر؟ هيقدر يعرف غير لما يعمل تحاليل التي بي؟ لا يمكن يعرف الا لو عمل تحاليل التي بي. وليه يعمل تحاليل التي بي وهو شاكك في تيومر؟ عشان كده نلفت انتباههم. خدوا بالكم يا جراحين في حاجه اسمها تيومر تيوبركلوما اللي هو مش تيومر وتي بي. خلاص يبقى الدنيا دايما حاضره في دماغكم. المننجيز يلا نقلل في المننجيز. المننجيز او البرين جالهم تي بي ازاي؟ عن طريق اللمس ولا الشم ولا الاكل؟ لا عن طريق بلاز. يبقى اذا في الحالتين هو جاء عن طريق الدم فالانفكشن سكت ده السيفير. ماشي. تاليفه المننجيز اي سيره ساك بيحصل فيها باثولوجيكال ليجن واحد ولا اثنين؟ سيره ساك اي سيره ساك بيحصل فيها ايه؟ اربع حاجات. ايه الاربع حاجات دول؟ تيوبركلز عددها كلهم ولا ايه؟ قليل. امال ايه اللي كتير؟ اكسيودين. والتيوبر اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها كازيش والهيلينج باي فايبروز نفس اللي قلناه في البروتينات. تيوبركلز قليله، اكسيودين كتير، كازيشن كتير، فايبروزز كتير. اكشوال يا دكاتره المننجيز بعد ما حصل فيها الاربع حاجات دول نتج عندنا حاجه من الاثنين. فاكرين الويت تايب والدراي تايب؟ نفس الكلام يعني. نتج عندنا اكسسيف فايبروزز او اكسسيف اكسيوديت. سؤال، الاكسسيف اكسيوديت يزود السائل بتاع البرين اللي هو اسمه يعني يحصل سي اس اف تشين. يبقى الريزلت النهائيه لهذه الرباعيه حاجتين، اكسسيف فايبروزز اكسسيف اكسيوديت على حسب. طب ما تيجي تشوف مين اول. ايه يعني لما يحصل تليف في المننجيز؟ مننجيز حصل فيها تليف، ايه المشكله؟ في مشكله؟ في مشكلة لو حصل تليف في المننجيز؟ ايه المشكلة؟ اديشن مع مين؟ طب وايه يعني؟ هو البرين بيتحرك زي القلب؟ بيتحرك زي اللمس؟ بيتحرك زي الانتستن؟ ما يلزق البرين. المشكلة مش في التلزيق. المشكلة يا دكاترة ان المننجيز لو تفتكروا فيها خرام مخرمة بيطلع منها كرانيال نيرف. طب منها ايه؟ كرانيال نيرف. فإذا حصل تليف يحصل ايه في الخرام؟ تتسد. ويحصل ايه على الكرانيال نيرف؟ باراليس. تعرفوا كم كرانيال نيرف؟ يقولوا كم؟ كرانيال نيرف من 1 ل 12 وبختك يا ابو بخيل. يعني والله نعم؟
ماشي واحد بس هو مش ريال كرانيال يعني. لو حصل باراليسيس للاوبتيك نيرف العين يحصل له ايه؟ يتعمل. حصل باراليسيس للالفاكتوري نيرف، حصل باراليسيس للهايبوجلوسال نيرف لسانه يتعور يا حمار مش هيدوك ايه، للفيجا للفيشيال، يبقى اذا هو ونصيف كرانيال نيرف باراليسيس، كرانيال نيرف باراليسيس. طيب وايه كمان؟ هو الفايبروزز يعمل ايه في الاوعيه الدمويه بتاعت البرين؟ الفايبروزز يعمل ايه في البلاد فيسل؟ يعمل ان ارترايت، فالبلاد سبلاي يقل ويحصل نيكروز في البرين. يبقى اذا مشكله الفايبروز خطير، فايبروز مشكلته حاجتين، مشكلته يحصل كومبريشن اون كرانيال نيرف فيعمل لها باراليسيس، ومشكلته اند ارترايتس اوبليترانس يعني هيعمل اسكيميك مانيفيستيشن، يحصل اسكيميا البرين والمخ والبرين يموت. يعني فايبروز خطير مش مشكلته اديجا انا دكاتره مش زي الاورجنز المتحركه، لا ده هنا البرين خاصه ده. نيجي للسي اس اف، ما تيجوا نقلب تغيرات السي اس اف. بس السؤال تقول لي هو الكلام ده نظري وخلاص؟ هو احنا هنشوف السي اس اف، هو السي اس اف ده هيتشاف بيتبحث السي اس اف سائل النخاع السائل الشوكي بيتبحث بياخدوه ازاي؟ بيعملوا حاجه اسمها لامبر بانك، يقوموا خارمين من ورا فيري بينفول للعيال الصغيره، ربنا ما يوريك عيل صغير بيعملوا لامبر بانك، لامبر بانك فيري بينفول، يقوموا خارمين وداخلين وساحبين عينه من السي اس اف. السي اس اف اللي سحبناه ده اولا كميته كتيره ولا قليله؟ كتير ولا قليل؟ يبقى الاماونت انكريز، ادي واحد. تتوقع الضغط بتاعه عالي ولا واطي؟ عالي وذ هاي بريشر، لانه كتير فالضغط عالي، عشان كده عمل هيدروكيفال. الضغط العالي مع الكميه الكبيره تعمل هيدروكيفال، تعمل في العادي هيدروكيفال. ماشي، هو الهيدروكيفالس يحصل في الكبار ولا في الصغيرين؟ هيدروكيفالس ما يحصلش في الكبار؟ لا، بيحصل في الاثنين. هيدروكيفالس يعني الفنتركل بتاعت البرين دايليتد. طب اخطر في الكبار ولا في الصغيرين؟ اخطر في الكبار طبعا. ليه؟ الصغير في حاجه هتقاوم البريشر اللي عندك ده، هتضبط البريشر لان عندك السكال عند العيال الصغيره السوتشرز مفتوحه والبون ممبرين ما قفلش. انما في الكبير اللي عظم عظم وضاغط على المخ عن طريق ميه، ده ممكن يحصل برين هرنيشن. حتى ايه هرنيا؟ هرنيا ما تحصل برين هرنيشن من الكوره من ماجنم، ده ممكن يقوم جافع المخ يقوم جاي نازل واللي عندك هيبقى مات خلاص. ولذلك الهيدروكيفلا بيحصل في الاثنين، شلترن وعضل. طيب يبقى قلنا الاماونت زي ده والبريشر زي ده. النقطه اللي بعدها، البروتين في السي اس اف زايد ولا قليل؟ البروتين في السي اس اف كميه البروتين كتيره ولا قليله؟ طب اللي قال كتيره يقول لي كتيره ليه؟ انكريز بروتين، ليه كتير البروتين؟ انه بروتين؟ انه بروتين؟ اولا بتاع الاف تي دي والبكتيريا الباسيلاي مش فيها تيوبيركل بروتين، والكازيشا مش فيه بروتين، يبقى اذا زياده في البروتين. طيب السبيسيفيك جرافيتي عاليه ولا قليله؟ السبيسيفيك جرافيتي عاليه، يعني كل حاجه عاليه اهو، يبقى زادت الاماونت، زاد الضغط، كله عالي والخير كتير، زياده في الاماونت والضغط والبروتين والسبيسيفيك جرافيتي. طب الكربوهيدرات الجلوكوز اللي موجود في السي اس اف بيزيد ولا يقل؟ ها؟ جلوكوز كربوهيدرات بيزيد ولا يقل؟ الكربوهيدرات اهو ده اللي هيقل، لو amount of glucose. ليه الجلوكوز بيقل؟ لان البكتيريا بتاكل. ايه حاول لان البكتيريا بتتغذى على هذا الجلوكوز، يبقى اذا الجلوكوز والكلورايد هما الاثنين بيستهلكوا من البكتيريا، ينقص الجلوكوز وينقص الكلورايد يا دكاتره. ده بالنسبه للتي بي تيوبركلوس مينينجايتس. خلاص التي بي في البريكارديوم، بريكارديوم خلاص خلاص. تي بي في البريكارديوم كلمتين بالظبط. ما هو الجوينت، هقول لك الجوينت ثلاث كلمات قاعده عامه اقولها بجد. التي بي في البريكارديوم يا دكاتره اكسيوديتيف، مور اكسيوديتيف ذان برولاب. تي بي في البريكارديوم مور اكسيوديتيف ذان برولاب. انما في بعض الحالات ممكن يبقى فايبروتيك، يعمل فايبروس اديشن. تي بي في البريكارديوم كلمتين عندك في الكتاب، exudative more than proliferative and may lead to fibrosis وأديشن. ده في البريكارديوم كلمتين كلام فاضي.
طبعا فايبروز في البريكارديوم خطير لان هيمنع حركه القلب، حركه القلب مضايق. التي بي في الجوينت، كلمتين بس، تي بي في الجوينت يا شباب، ما هو المشترك ما بين الجوينت والبريكارديوم والمينينجيز والبلورا؟ كثير. يعني التي بي في الجوينت فيه اربع حاجات ولا ما فيهوش؟ التي بي في الجوينت فيه الاربعه اللي انتوا عارفينها، تيوبركلز قليله، اكستيوديت كتير، كازيشن، واخر نقطه هيلينج باي فايبروز. يبقى التي بي في الجوينت الاربعه اللي احنا عارفينها، وطبعا بيجي للجوينت عن طريق البون او عن طريق البلاست، مش مهم. المهم ايه بقى؟ ان اي غضروف في جسم الانسان يحصل فيه ارثرايتس، يعني ايه ارثرايتس؟ التهاب بسبب تي بي او بغير تي بي، في ثلاثيه لازم تحصل. الكومبليكيشن بقى، الكومبليكيشن الباثولوجي قلنا الاربعه اللي انتوا عارفينها، الباثولوجي يوبرك القليله، اكسيوديت كتير، وكازيشن، وفايبروز، ده الباثولوجي. ايه الكومبليكيشن؟ ثلاث حاجات، مفيش جديد. طيب الجوينت يا دكاتره لما بيحصل فيها تي بي بيعمل نفس الاربع حاجات بتوع البريتونيه، خلاص ما تكتبوهمش، ماشي، نفس الاربع بتوع البريتونيه. ايه الجديد؟ الكومبليكيشن ايه؟ ياثر على المفصل ازاي؟ بصوا يا شباب، اولا المفصل ده لما يزيد فيه الاكسيوديت الكتير يخلي المفصل يتحرك كويس، يعمل فين ولا ما يعملش فين؟ بيسموها جوينت افيوجن. افيوجن يعني انشق المفصل، المفصل ما يتحركش كويس بسبب الافيوجن ده، المفصل ورم وبقى مليان ميه. دي الكومبليكيشن بتاع السي بي في المفاصل، ينفخ المفاصل ميه تلاقي المفصل بيطرقع وما بيتحركش كويس، افيوجن. احيانا بتلاقوا مفاصلكم بتطرقع، صح؟ يعني تحس بطرقعه كده على طول. اللي عنده طرقعه في مفاصله يبقى غالبا في التهابات في المفصل، وممكن تكون الالتهابات حاجات بسبب تروما، خبطه بسيطه، التهاب بسبب برد، او لا قدر الله، لا قدر الله في مصيبه في المفصل وفي تي بي، قدر الله بعد الشر يعني. خلاص؟ الانفيوجن ارتشاح في المفصل. طيب. اثنين، تتوقع، خلاص خلاص. الكارتلج يا دكاتره، الكارتلج الغضروف اللي في المفصل مع الالتهاب يبقى سليم ولا يتاكل؟ واذا الغضروف، وبعدين اذا الغضروف اتاكل نسميها ايه؟ كارتليج ايروجن، يبقى في افيوجن وايروجن اوف كارتليج. طيب مفيش اي هو الغضروف اتاكل فيه مشاكل؟ والله اذا الراجل كبير في السن ده اللي يبقى مشكلته، لان الغضروف مش هيتعوض تاني، انما لو صغير بيتجدد الغضروف مفيش مشكله. المشكله في اللي جايه دي بقى، الافيوجن بتشوف الجسم بيعمل له درينج، كارتليج بيتجدد، اللي جايه دي ما بتتصلحش، وخدناها قبل كده. لو حصل تليف في المفصل ولزق الدنيا في بعضها، المفصل يعرف يتحرك وهذا التليف هيتعالج؟ بيسموها ايه؟ انكايلوزس، فاكرينها؟ نسبوها للانجل عشان يهدوا اليابان. انكايلوزس يعني تيبس في المفصل. انكايلوزس يوزو اكسسيف فايبروز. يبقى المشاكل في اي مفصل ملتهب افيوجن، ايروجن، وانكايلوزس. والباثولوجي يا دكاتره خلصناه كده، خلصنا التيوبركلوز. الحصه الجايه هناخد موضوع اسمه سيفيليس ان شاء الله يوم الاثنين، ويوم الاربعاء نكمل الحصه بتاع الجراحيوم.